بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة أداء رائع وفوز مقنع بأربعة أهداف على فريق المقص. عايز أتكلم عن المباراة دي بشكل خاص، لأنه الحقيقة حاجات كتيرة جدا خدناها أو كسبناها من هذه المباراة كنادي أهلي. قبل بس ما أتكلم عن المباراة، عايز أقول لحضراتكم إن إحنا خلال الأسبوع اللي ما قبل المباراة كان هناك من هذا البرنامج تحديدا، وخلوني اتكلم على هذا البرنامج، على برنامج البيت الكبير، خلال الاسبوع او العشر ايام ما قبل او من بعد نهايه كاس العالم للانديه وحتى مباراه امبارح، كنا بنعمل حمله مضاده الحقيقه للحمله اللي كانت بتحصل على بيتسو موسيماني. الحمله كانت بتحصل على بيتسو موسيماني وعلى نادي الاهلي. ما هو اذا كنت بتتكلم على المدير الفني للنادي الاهلي فانت بتتكلم عن النادي الاهلي. انا ما بتكلمش على بيتسو موسيماني كشخص، ولكن انا بتكلم عن المدير الفني للنادي الاهلي. خلال الفتره السابقه زي ما قلت لحضراتكم كان هناك حمله ممنهجه على النادي الاهلي وعلى مديره الفني ان تخلصوا على الراجل ده، لازم يخلص لانه عنده حظ بشكل جيد، والحظ لا ياتي الا للمجتهدين. عنده فريق عمل، فريق كويس، لا مش فريق واحد، مش 11 لاعب بس، عنده 11 زائد 11 زائد 11، عنده 33 لاعب يقدروا يلعبوا باسم النادي الأهلي. طبعا قطاع الناشئين في النادي الأهلي ومنظومة النادي الأهلي هي اللي عاملة هذا الأمر، هي اللي عاملة أو هي اللي ادت للمدير الفني اتفضل اختار، لو عايز ناشئين عندك ناشئين، عايز لاعبين، عايز مين اللعيبة اللي انت عايزهم؟ عايز بيرسي تاو وعايز ميكيسوني، عايز مين؟ عايز ميكيسوني، ها ماشي، عايز ميكيسوني الفاشل بالمناسبة. ما احنا دلوقتي بنتكلم كده، إذا لم يكن اللاعب جيد أو في من أول مباراة نزل فيها، بيرسي تاو أول ما لعب حظه ورزقه إن هو قدر يتكيف مع الأمر فنزل ولعب، الناس كلها قالت ده لعيب جامد جدا ومحدش بيتكلم عنه، من أول ماتش طلع نار من بقه صراحة. لكن ميكيسوني على العكس، لازم نقف، لازم نقف في ظهر الناس دي ولازم نقف وراهم، لدرجة يعني حتى إن كثير من الإعلاميين وكثير من المحللين اتكلموا امبارح على إن ميكيسوني أو اتأسفوا لميكيسوني. أنا بشوف إن الكلام ده غير صحيح، ما ينفعش، مفيش حاجة اسمها عشان لعيب تألق في مباراة واحدة تقول عليه كويس وإحنا آسفين والكلام ده كله. وجهة نظري وأنا بقولها هو بمنتهى الأمانة، محدش عارف ايه اللي هيحصل بكره، ولكن الراجل ادى بشكل جيد، الراجل مشي بشكل جيد ميكيسوني، فبالتالي نقول عليه ان هو في المباراه دي كويس. ولكن يا جماعه هو في الاساس هو لاعب جيد جدا، لانه النادي الاهلي ما بيجيبش محترف الا لما بيحطه تحت السبوت او التقييم ومعايير التقييم بتاعتنا لفتره طويله، ومعايير النادي الاهلي غير معايير اي نادي تاني. فاذا الاساس بتاع الموضوع ان الراجل ده كويس، ممكن لا يوفق مع النادي الاهلي بالمناسبه، ما عنديش اي مشكله، ولكن الاساس في الموضوع ان لويس ميكيسوني ده لاعب جيد، لاعب محترف جيد، بما انه جه افضل نادي في افريقيا. ما ينفعش تيجي افضل نادي في افريقيا وانت الاساس بتاعك مش كويس. فانا بالعكس انا بشوف ان الناس اللي قالت على ميكيسوني الفتره اللي فاتت ان هو راجل ما عندوش فكره وان هو بينزل زي فرقع، اتقال كده بالكلام ان هو بينزل ما بيعملش حاجه وبيجري هنا وبيجري هنا وبيجري هنا وبيجري هنا وكلام من هذا القبيل، برضه انا كنت معترض على هذا الكلام في الوقت ده، زي ما انا معترض على الكلام اللي اتقال امبارح ان ما ينفعش تقول ان عشان لعيب تالق في مباراه تقول الله على الجمال والله على الحلاوه. طيب الماتش اللي جاي لو لم يوفق هتقول ايه؟ ها حد يقول لي؟ هتقول ان انت كان عندك حق وان انا شفته، انا قلت ان الراجل ده ما عندوش فكره وهكذا، هو ده الكلام اللي بيحصل. لكن خلينا نتكلم بالمنطقيه يا جماعه، مش كده، خلينا نتكلم بالمنطق دايما، انه طالما جه النادي الاهلي يبقى جه وفق معايير معينه، موافقه المدير الفني وموافقه لجنه الكره وموافقه وموافقه وموافقه، وفي نفس الوقت انا جاي افضل نادي في افريقيا وبالتالي انا محترف جيد، ده لازم نبقى كلنا عارفينه. يوفق او لا يوفق أو لا يوفق دي على حسب بقى عقليته وشخصيته، على حسب كذا وكذا وحاجات كتيرة وتأقلمه. ما حد يفكرني كده بفلافيو يا جماعة،
معلش انا كنت عايش اللحظه دي وكنت عايش الفتره دي. الناس كلها قالت لك ايه اللعيب ده وايه اللي مش عارف ايه ده وايه، وبعد كده بقى واحد من افضل، ما بتكلمش على جمهور الاهلي لان جمهور الاهلي دايما بيقف ورا اولاده وورا ادارته وورا مديره الفني وورا الكلام ده كله، لكن انا لانه جمهور واعي، لكن انا بتكلم عن بعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي دايما بيروحوا في هذا الاتجاه. فالمنطق بيقول ان لا، موسيماني طالما جه النادي الاهلي يبقى لاعب كويس، لكن انا مره تانية بقول ان انا مش مع الكل الكلام اللي اتقال. احنا اسفين يا موسيماني، واحنا انا اسف، احنا هنرجع لموسيماني دلوقتي، احنا اسفين يا ميكيسوني ومش، لا الراجل مش عشان تالق في مباراه واحده لا راجل كويس وهايل ويمشي كويس ان شاء الله. فاكرين الراجل ده؟ فاكرين فلافيو؟ سنه بحالها، سنه بحالها قاعد يعني ما جابش جون، مفيش توفيق، مفيش توفيق خالص. كرة اترقت عملت من عماد، انا كنت موجود في الملعب بقى في الوقت ده، الكرة اتلعبت من عماد فاول، فلافيو بيبص لها كده جت في ظهره ودخل الجون، والله بيبص لها كده سبحان الله غاز المحله، جت في ظهره ودخل الجون. من بعد هذا تحول الوحش بقى، او تحول الى الوحش زي ما بنقول. لكن اساسه ايه فلافيو؟ اساسه ان هو محترف جيد جدا، فرد منتخب انجولا زي ما ميكسوني فرد منتخب موزمبيق. فمش عشان هو في اول 3 4 مباريات 5 6 7 مباريات لم يكن جيد، مع انه كان بينزل ربع في 10 10 في ربع في بتاع، نقول عليه ان هو وحش، وان هو تالق امبارح نقول عليه يا سلام عليك يا ميكيسوني. لا، هو لاعب جيد، وبما انه موجود في النادي الاهلي فهو لاعب جيد، انه جه وفق معايير معينه، ننتظر بقيه المباريات ان هو يروح للمستوى اللي احنا عايزينه كاهلاويه واللي شفناه فيه خلال ما قبل وجوده في النادي الاهلي، هو ده اللي احنا عايزينه بس كده. ولا عايزين حد يقول لك ده كذا وده كذا، لان هناك البعض بقى وصل لمرحله ايه؟ ان احنا عايزين نحاسب الانديه على اللاعبين اللي بيجيبوهم بفلوس قد كده وما بينجحوش، ده على اساس ايه يعني؟ انا مش فاهم. على اساس ايه تحاسب الانديه؟ هو مين اللي يحاسب الانديه اساسا؟ جمعياتها العموميه فقط هي اللي تحاسبها. الانديه او مجالس اداره الانديه بتحاسب من الجمعيه العموميه. مش من حضرتك ولا مني ولا من ولا في ميزانيه بتتعمل وكذا. وبعدين هو النادي الاهلي اعظم نادي في افريقيا وافضل نادي في الكون وافضل نادي في افريقيا، مش بالكلام، بالبطولات وبالارقام. هيجيب محترف بناء على معايير معينه، المعايير دي يجب ان يتم تطبيقها على كل المحترفين في الكوره وغير الكوره بالمناسبه. فاللاعب بيجي وفق هذه المعايير اللي تخليك تخش النادي الاهلي. التوفيق وعدم التوفيق ده مش بتاعت حد، مش بتاعت حد خالص، وهي دي الكوره بالمناسبه. يعني ما تحسسناش ان احنا ده كتالوج احنا بنمشي عليه، مفيش كتالوجات، مفيش اي حاجه. كتالوج بتاع الكوره الاهلي هو اللي بيعمله مش حد تاني. كتالوج كره القدم الاهلي اللي بيعمله، او انا اسف، كتالوج الرياضه او الكوره والسله وكل حاجه النادي الاهلي هو اللي بيعملها. العب 3 4 3 كله يجري 3 4 3، العب 4 2 3 1 العب 4 2 3 كله يجري 4 2 3 1، وهكذا وهكذا وهكذا. فانا ارجع مره ثانيه لموسيماني، هذا البرنامج كان وكانت هناك حمله ممنهجه من بعض من لا يشجع النادي الاهلي رايحين في اتجاه نخلص على موسيماني عشان ده بيكسب كل الماتشات الكبيره وبيكسب انديه الكبيره كلها وبيعمل ماتشات كويسه في الانديه الكبيره وبيجيب بطولات بس، بالمناسبة يعني بيجيب بطولات بس. فلازم نشوف بقى ايه عشان نعمل رابكة في النادي الاهلي ونشوف ايه اللي هيحصل، وبعد كده يحلها الف حلال. عبل ما المدير فني هم كانوا عايزين كده، هو ده الفكرة، ان احنا عايزين نمشي موسيماني عشان نجيب مدير فني تاني او يجيبوا مدير فني تاني. ده كلام بعض من لا يشجع النادي الاهلي، فكان الاتجاه رايح في هذا الامر، بيحاولوا يخبطوا في النادي الاهلي من كل الاتجاهات، ولكن جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي في النص كده وجمهوره حواليه حميه في كل حته. جمهوره واعلامه ومجلس ادارته ولاعبيه وجهازه الفني، الكل الحقيقه بيحمي هذا النادي الكبير وهذا النادي العريق، النادي الاهلي. ولن يستطيع احد ان هو يخش في النص ما بيننا. دايما كده النادي الاهلي كده. بعض من لا يشجع النادي الاهلي كانوا دايما رايحين لهذا الاتجاه. هو عايز فرقته تكسب، الباقي عايز فرقه تكسب، مش عايز يفضل النادي الاهلي. ركزوا مع الفرق بتاعتكم، تركزوش مع ان انت تعطل النادي الاهلي. والله الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني ان هو لا يفكر في تعطيل احد،
النادي الاهلي لا يفكر في ان هو يعطل احد ابدا، النادي الاهلي دايما بيفكر في شيء واحد، ان هو ازاي يطور من كل شيء، بينافس نفسه، بمعنى ان انا عندي موارد معينه في حته، بلاش في الكوره، بتكلم في الموارد الاقتصاديه اللي بتخش النادي، يعني طور الموارد الاقتصاديه وهات موارد لشركه الاهلي الانتاج الاعلامي، وهات موارد لشركه الكوره وشركه بقيه الشركات اللي موجوده، وبالتالي الخدمات الرياضيه وكذا وكذا وكذا. هو ده التفكير دائما، التطور في الموضوع، مش ان هو بس ايه وخلاص. فانا ارجع مره تانية لموسيماني، معلش كل شويه نرجع لهذا الامر، انه زي ما قلت لحضراتكم كانت الحمله ممنهجه ورايحه في هذا الاتجاه، ولكن الحمد لله الحمد لله عندنا جمهور واعي وجمهور عارف ايه اللي بيحصل. الحمد لله هذه القناه وهذه الشاشه وهذا البرنامج، الناس حتى كانت بتقول لي اسلام انت بتبالغ قوي في ناس كتير كانت بتقول لي هذا الكلام، فانا ما كنتش بتكلم، انا بفضل ساكت لغايه لما الامور تعدي وبعدين ارجع اتكلم مع حضراتكم على الهوا. هو انا بتكلم مع حضراتكم دايما على الهوا. ف اللي كان بيحصل ان احنا كنا بنعمل حمله مضاده او للوقوف مع نادي الاهلي، مش مع اسم حد، انا مش مع اسم حد، او القناه مش مع اسم حد، قناه مع النادي الاهلي فقط لا غير. نتكلم بمنطق، انا بتكلم مع حضرتك بمنطق، ولكن لو حضرتك رجعت لورا شويه، هو انا لما باجي اتكلم بتكلم وخلاص؟ لا، انا بتكلم بارقام وبمنطق وبامور معينه حدثت خلال الفتره السابقه تخلينا نقف في ظهر هذا المدرب، تخلينا نقف في ظهر النادي، تخلينا نقف، لان احنا خدنا ثالث عالم مرتين ورا بعض، خدنا 2 بطوله افريقيا، خدنا 2 سوبر افريقي، خدنا بقيه الدوري وكاس، هدفنا دلوقتي ان احنا ناخد 3 افريقيا ورا بعض، وهو ده اللي احنا بنفكر فيه، وهو ده التطور اللي احنا رايحين له، او هو ده الطموح اللي احنا رايحين له، وده مش سهل، وناس كتيره جدا هتحاول تعطل هذا الامر، ولكن في النهايه احنا هنحاول وهنفضل واقفين دايما كلنا ورا بعض مع بعض، كلنا كاعلام كنادي كجمهور ككل الناس بتقف مع بعض عشان النادي الاهلي يصل ان هو ياخد ان شاء الله ان شاء الله ال 11 او انا اسف ال 12 وال 11 انا اسف، وتبقى الثالثه على التوالي. يعني جيل 2006 وكان نفسنا لكن اتحرمنا منها، ولكن في النهايه ان شاء الله هذا الجيل يحقق هذا الامر ويصل الى البطوله الثالثه على ال 11 والثالثه على التوالي، ليه لا؟ هو ده طموحنا خلال هذه الفتره، وبالتالي اتعملت، كنا دايما لما بنيجي نتكلم انا والاساتذه زملائي اللي موجودين في الاعداد كنا بنتكلم في هذا الامر، ان احنا محتاجين ان احنا دايما نبقى ظهر اللي بيحصل ده، لان احنا شايفين اللي بيحصل ومين بيقول ايه هنا ومين في الاعلام هنا ومين في القناه دي بيقول كذا، وبص داخلين على موسيماني ازاي، وبنجيب لبعض الفيديوهات وبنقعد نتفرج كلنا مع بعض، طب هو هنا بيقول كده ليه وهنا بيقول كده ليه، فعارفين ان في الناس دي عايزه توقع النادي الاهلي، او يعني هو دي طريقتهم، في بلاش يوقعوا النادي الاهلي انا اسف، لكن عايزين يكبروا انديه اخرى، لكن النادي الاهلي بتعطيل النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيفكرش ابدا ان هو يعطل حد، النادي الاهلي دايما بيفكر في ان هو ازاي يطور نفسه، وهذا هو الامر وهذا هو الفارق دائما ما بين النادي الاهلي واي حد تاني، الفارق العقليه وده دايما اللي احنا بنحاول ننقله لحضراتكم. ف البعض قال اسلام انت يعني بتغالي قوي في الدفاع عن موسيماني، وموسيماني يعني اقول لهم يا جماعه صدقوني هتعرفوا بعدين ان موسيماني بغض النظر، انا ما بتكلمش ولا تجديد ولا قلت ان هو جدد ولا ما جددش ولا كمل ولا ما كملش، الكلام ده انا ما قلتوش لانه لم يصدر رسميا، لان انا قريت خبر ولا امبارح ولا اول امبارح على حاجه تخص هذا الامر، ان انا قلت ان لا انا لم اقل اطلاقا ان النادي الاهلي جدد مع موسيماني او لم يجدد، مفيش حاجة من هذا الكلام اتقالت في هذا البرنامج أو في شاشة قناة النادي الأهلي بالكامل. ليه؟ لأنه لم يصدر شيء رسمي، وإحنا ما عندناش معلومات خالص في أي حاجة في هذا الأمر. ما يخلص إن شاء الله الموضوع، لو خلص على خير، أوكي هنقول لحضراتكم 1 2 3 وإيه اللي حصل بالظبط، وممكن نستضيف موسيماني كمان يقعد يتكلم في هذا الأمر. لكن أو مش ممكن، ده إن شاء الله هيحصل. ولكن أيضاً موسيماني هو مدير فني للنادي الأهلي حتى نهاية هذا الموسم، لغايه لما يجد جديد، هو ده اللي انا اقدر اتكلم فيه دلوقتي، فهنفضل لغايه اخر يوم اخر يوم في ظهر نادينا علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا بالدوري والكاس
وبطوله افريقيا للمره ال 11، وان شاء الله ربنا يكرمنا بكل السوبر الافريقي وبقى نروح كاس عالم مره تانية، والكلام ده كله يحصل هنفضل ورا نادينا لغايه لما ده يحصل. يا اخي ده انت طماع قوي، انت طماع قوي. ايوه انا طماع، انا طماع. ف ده اللي دايما انا باخد الكلام ده منين؟ باخد الكلام ده من جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي مبسوط، مبسوط ليه؟ لان المباراه دي مش عشان انا بلاعب المقصه، المقصه فريق معقول الحقيقه في منتصف، يعني مش عايز اقول ولا كبير قوي، فريق مجتهد يعني. وناس كتيره بتسالني يعني انتوا مبسوطين قوي وفرحانين قوي ان انت كسبت المقصه 4-0؟ لا طبعا سعيد ان انا كسبت 3 نقاط، ولكن السعاده بالاداء الرائع، بتغيير الاسماء جوه الملعب، والاداء زي ما هو زي الفل بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا، حاجات كتيره جدا. والمباراه دي اكدت ان الفريق دايما دايما على الطريق الصحيح مع هذا المدير الفني، مع المدير الفني الـ 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 الفريق على الطريق الصحيح، وهو ده المهم. محدش يعني دلوقتي لما تيجي حضرتك عايز توهم جمهور النادي الاهلي مثلا في يوم من الايام ان في مشكله في المدرب، ان في مشكله في لعيبه، مش امال انا بكسب ازاي وبعمل الانجازات دي كلها ازاي؟ الموضوع بقى ماسخ جدا، بقى ماسخ مش هتعرف تتكلم فيه. لكن انا معايا مدير فني جيد، معايا مجموعه لاعبين يستحقوا الاحترام ويستحقوا التحيه الكبيره جدا، وهم والمدير الفني. لانه النهارده او امبارح بيتسو لما جه يتكلم عن المباراه قال احنا كسبنا كل حاجه، بس يا جماعه انتوا بتعاقبوني على الاجازات او بتنتقدوني عشان الاجازات؟ انا الاجازات دي انا عندي ولاد ما بشوفهمش، عندي مراتي ما بشوفهاش، نفس الكلام بالنسبه للاعبين. يعني انا اقول لحضراتكم بقى في هذا الامر ان اللاعبين الله يكون في عونه، الله يكون في عونك، لان انت كمان ضغط ضغط وتلاحم مواسم وكل يومين 3 مباراه. تخيل حضرتك ان انت لغايه يوم 11 مارس انت بتلعب كل يومين 3 ماتش، وما بين سفر وما بين مروح وما بين مجي، في كل حاجه انت بتشوفش اهلك اصلا، ومن بطوله لبطوله، ومن محافظه لمحافظه، ومن بلد لبلد، وهتسافر جنوب افريقيا. في اوروبا اللعيبه بتريح، احنا هنا ما بنريحش، ما بنلحقش نريح. اوروبا في شهرين في النص بياخد الاجازه، عندناش احنا ما حصلش الكلام ده السنه اللي فاتت، ومش هيحصل السنه الجايه. فعشان كده خلينا في ظهر فريقنا، خلينا دايما نفضل ورا فريقنا. كسبنا الحمد لله، ربنا كرمنا في مباراه امبارح، عندنا مباراه يوم السبت مهمه جدا جدا جدا، مباراه النادي الاهلي وسان داونز. اداء وروح اللاعبين كلهم الحقيقه فايقين، يعني حاجات كتيره جدا جدا. اللي فرحني كمان امبارح قبل ما اتكلم عن مباراه سان داونز، اللي فرحني اكتر امبارح الحقيقه ان الواحد لما بيسمع هتافات الجمهور بودانه دي ببقى والله العظيم. انا كنت قاعد بتفرج على الماتش وسمعت كده شويه، وحد صور لي من هناك وبعت لي من استاد السلام الاهلي والسلام. انبسطت قوي، انبسطت قوي، لان انت عندك جمهور داعم للنادي الاهلي ولمديره الفني. تقدير المدرب اللي موجود وكيفية التقدير، هو ده جمهور النادي الأهلي. هتقول لي يا عم دول كانوا 1000 ولا 1000 ولا أقل من 1000 شوية، أيوة ما هم ال 1000 دول بيرمزوا ل 80 مليون، 80 مليون نفسهم يروحوا المباراة، خلي بالك مش كلهم يعني، لكن خليني أقول إن عدد كبير من الجمهور النادي الأهلي نفسه يروح المباراة ويشوفها. فأنا كنت سعيد جدا جدا، الواحد لما بيسمع الكلام ده بقوم جاي قافل والله العظيم، بقفل الصوت وأقعد أسمع الجمهور من كتر ما الواحد نفسه يسمع الجمهور مره تانية. نفسنا نسمع الاغاني والحاجات الحلوه اللي بنسمعها، وحماسه اللاعبين من خلال وجود الجمهور في المدرجات والحاجات الحلوه دي، من غير ما نشتم حد ولا نيجي على حد ولا نتكلم على حد ولا لا. احنا عايزين دايما ان احنا نفضل نتكلم عن نادينا، ونفضل في ظهر نادينا، ونقف مع نادينا لغايه لما نوصل للي احنا عايزينه. هو ده اللي احنا عايزينه دايما يحصل. انا في الاول لو تفتكروا في اول هذا الاسبوع اتكلمت وقلت رسالتين للفريق وللجمهور. رسالتي للفريق كانت ان انت يجب ان تحقق، يجب تحقيق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دوري الابطال للمره الثالثه على التوالي. هو ده الانجاز اللي هيتسجل في التاريخ باسم هذا الجيل. رسالتي كانت للجمهور كانت ان ده وقت الدعم والمسانده، والحقيقه دائما دائما جمهور النادي الاهلي في الموعد. دايما جمهور النادي الاهلي بيقول لحضرتك والله اكتر حاجه بتسعدني انا شخصيا وما ببالغش، اكتر حاجه بتسعدني لما اسمع صوت الجمهور في الملعب وهو بيشجع. هو ما بيشجعنيش بالمناسبه، هو بيشجع الفريق، بيشجع النادي الاهلي، بيشجع الشناوي، وبيشجع كريم فؤاد اللي عمل مباراه رائعه، وبيشجع محمود وحيد اللي عمل مباراه رائعه، وياسر، وكل الناس، كل الناس اللي كانت بتلعب امبارح وغير امبارح.
فالواحد كان سعيد ومبسوط الحقيقة بالأداء، مش عشان أنا كسبت فريق جيد أو في منتصف الجدول بشكل 4-0، ولكن أداء النادي الأهلي وطريقة النادي الأهلي، تغييرات المدير الفني، نزل زياد يجيب جون. ونرجع تاني للي كان بيحصل في الرابطة، شفتوا الرابطة لما النادي الأهلي لعب بمجموعة اللاعبين اللي موجودين إيه اللي حصل؟ الناشئين، كان هناك انتقادات كبيرة جدا جدا، ولكن عرفنا دلوقتي ليه النادي الأهلي كان بيلعب بهذه المجموعة في الوقت ده، علشان يستفيد منهم، وهتشوفوا في المباريات القادمة إن هتبقى في استفادات كثيرة جدا خلال الفترة اللي جاية في مجموعة اللاعبين اللي لعبوا في كأس الرابطة. تعالوا نطلع نشوف رأي جمهور النادي الأهلي في أداء النادي الأهلي في هذه المباراة، نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. الأداء كان متميز وقوي، واللعيبة امبارح أدوا على عالي جدا، وخصوصا ميكي بصراحة أنا مبسوط جدا لميكي سوني، هو كان واضح إن هو خامة كويسة بس محتاج وقته. كمان زياد طارق، حسين الشحات، أفشة، ديانج، كلهم بصراحة كانوا متميزين. إحنا أول مرة نشوف الأهلي ماسك كورة وفي ملعب المقصة طول الوقت، والأهداف سريعة، ومكسوني ده اسمه ولا أكتر من رائع، يعني فعلا زي ما المعلق قال إجوان من إجوان صلاح. يعني أنا اتبسطت جدا جدا من الأداء وخاصة في الشوط الأول. الماتش كان جميل جدا بصراحة، يعني بعد الماتش اللي فات ده الواحد كان متوقع الدنيا تبقى أوحش، بس الحمد لله امبارح عملوا سكور حلو قوي وماتش جميل. الماتش كان جميل وحلو كده يعني، وربنا يوفقهم بعد كده على طول ويستمروا كده. والله الأداء كان كويس، وطبعا الفريق حقق عدة مكاسب، إن هو قدر يرجع ناس كتير من اللي كانت ما بتشاركش في الفترة اللي فاتت، وبعض اللاعبين عادوا اكتشاف نفسهم زي ميكيسوني كده. الاهلي امبارح يعني كان جميل جدا، الكوتش موظف كل اللعيبه في اماكنها. انا شايف ان فيه تقدم كويس، وبقى فيه بدات ترجع الروح بتاعت النادي الاهلي اللي كنا فقدناها فتره ما. هو ده الاهلي، دي مؤسسة يعني، ما فيش نادي يوازي الاهلي في مصر، ده النادي رقم واحد. الحمد لله على المكسب، الاداء كان كويس جدا، وفي ظل الغيابات والارهاق اللي اللعيبه فيه والاشتراك في بطولات متعدده من المنطقه قبل كاس العالم للدوري، الحقيقه اداء ممتاز جدا. واعتقد النقطه الايجابيه امبارح الاساسيه عوده كسوني، رغم الانتقادات اللي كانت بتوجه ليه، يعني حط رجله على بدايه الطريق الصحيح، وان شاء الله يكون برده اضافه كويسه للاهلي. كل اللعيبه بدون ذكر اسم معين ان هو كان كويسه، اللعيبه كلها ما شاء الله ما شاء الله، ونتمنى الاستمراريه كده وربنا يوفق الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. ده كان راي جمهور النادي الاهلي في فريقه الحقيقه، وفي الشكل اللي ظهر بيه النادي الاهلي، والمكاسب الكثيره اللي ظهرت للنادي الاهلي في مباراه امبارح. ان شاء الله يوم السبت زي ما قلت لحضراتكم عندنا مباراه مهمه جدا 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 امام سان داونز، مباراه مهمه من كل الاتجاهات. يعني انت عندك المباراه الاولى انت ما لعبتهاش وتاجلت، المباراه الثانيه تعادلت فيها خارج ارضك، و تعتبر دي اولى او مش تعتبر، هذه هي المباراه الاولى على ارضك ان شاء الله اللي هتلعبها يوم السبت ان شاء الله الساعه 9 بالليل، مباراه النادي الاهلي وفريق سان داونز. ان شاء الله ثلاثه نقاط مهمه جدا جدا جدا، يستطيع النادي الاهلي ان هو يكسب المباراه دي علشان يكمل احنا كل اللي عايزينه ان شاء الله هذا الموسم، ان شاء الله ان ربنا يكرمنا ونفوز بالبطوله رقم 11 في تاريخ النادي الاهلي، بطوله دوري الابطال في تاريخ النادي الاهلي، والمره الثالثه على التوالي. ده هيكتب لهذا الجيل شيء مهم جدا 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 يحصل ان شاء الله. بدايته تكون بدات يوم مباراه الهلال ان شاء الله، يوم السبت تكون المباراه الثانيه، وثلاثه نقاط هامه جدا في الطريق للنادي الاهلي يا رب ان شاء الله. حقيقه النهارده كان في اجتماع مهم جدا جدا جدا، كانت في جلسه حقيقة انا كنت متواجد وشرفت بحضورها طبعا والمشاركه فيها، كانت في المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر. كانت هذه الندوة لمناقشة مدونة سلوك الإعلام الرياضي اللي أعدها المجلس، وكان عدد كبير جدا جدا من رموز الرياضة في مصر، وفي الجميع كان متواجد والجميع كان بيتكلم عن شيء واحد فقط، كيفية البعد عن التعصب، أهمية البعد عن التعصب
والموضوعيه في التناول الاعلامي، هو ده دايما اللي بنطالب بيه دايما من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، الموضوعيه في التناول الاعلامي في الاحداث الرياضيه ودعم كره القدم المصريه والمنتخب المصري. انا تذكرت الحقيقه الدعم الهائل والكبير لمنتخبنا الوطني، الكل كان على قلب رجل واحد، الكل كان وده ودي السياسه بتاعتنا هنا في النادي، عمرنا بنتعرض لحد. لما جينا نتكلم دايما اي قناه فئويه في العالم بتعمل ايه؟ بتدافع عن ناديها وعن الاخطاء اللي بترتكب ضد ناديها، ودايما احنا بنعمل كده وهنظل نعمل كده، وقلنا هذا الكلام وبكل ادب واحترام بدون اللجوء الى اي الفاظ كده ولا كده، ودايما الاداء يكون منضبط، لان ده دي سمه النادي الاهلي بالمناسبه. والنادي الاهلي لما بيجي يتكلم دايما بيتكلم بهذا الاسلوب. فعشان كده انا كنت سعيد جدا 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 الحقيقه استاذ كرم النهارده اتكلم وكل الناس اتكلمت. تخيل لما تبقى قاعد في وسط قامات كبيره جدا في الاعلام الرياضي للاستاذ حسن المستكة، مش عايز انسى يعني مش عايز اتكلم على اسماء بعينها، لانه كل الاسماء الخاصه بالاعلام الرياضي او اللي بيتكلموا في الاعلام الرياضي سواء في الاعلام المرئي او المسموع كانوا موجودين في هذه الجلسه، والكل تكلم والكل قال كلام كله كلها وجهات نظر في النهايه مدونة أو تم إضاع أو وضع مدونة سلوك هيبتدي الفترة اللي جاية تبقى هي الأساس في كل شيء، تبقى هي الأساس في كل شيء، لأنه مهم جدا 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 الحقيقة الفترة اللي جاية يكون هناك تقارب دائم موجود ما بين كل الجميع، لأنه مساندة المنتخب هو يا جماعة مساندة المنتخب ده أمر مفروغ منه، مساندة المنتخب ده أمر مفروغ منه، مساندة المنتخب دي واجب وطني، يعني ما ينفعش حد يخلع منه يروح كده ولا كده. وشفتوا حضراتكم قناة، هتكلم عن قناة النادي الأهلي، شفتوا قناة النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت ومن قبلها، من قبل أمم أفريقيا وحتى نهاية هذه البطولة، من أول تعيين كارلوس كيروش وإحنا دائما ما بنكون في ظهر منتخبنا الوطني دائما. الناس كانت بتتكلم بتقول لك اصل النادي الاهلي وبيقول كذا، عمر ما النادي الاهلي دايما النادي الاهلي بيضع الواجب الوطني قبل اي شيء، قبل نفسه وقبل اي شيء، وده مش كلامي، حضراتكم سمعتوا كابتن خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وهو بيتكلم في هذا الامر. قال لك مصلحه مصر اولا وبعد كده نشوف، وانا رايح العب كاس عالم انديه. فبالتالي ده ما ينفعش نتكلم فيه ونقعد نقوله كل شويه، لكن اذا كان هناك بعض الامور الخاصه بينا بنقولها، بعض الاعتراضات بنقولها وبنقولها وبنتكلم فيها مع حضراتكم دائما على الهوا. بس لما باجي اتكلم انا بتكلم انا شخصيا والحقيقه وكل الناس اللي موجوده في القناه بتتكلم بموضوعيه وباداء منضبط، وده الاسلوب اللي دايما اتعلمناه من داخل النادي الاهلي، فهو ده اللي احنا دايما هنفضل ماشيين عليه. فانا سعيد جدا 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 بهذا الاجتماع الرائع الحقيقه اللي ان شاء الله تشوفوا نتائجه خلال الفترة اللي جاية. كمان أنا شخصيا كنت مع أن لا هناك تطور في الإعلام الرياضي، وجهة نظري كانت كده، أن لا الناس ابتدت الألفاظ تتبدل، حتى لو كان هناك انتقاد ممكن أكون أنا بنتقد أحد الزملاء أو الزملاء بينتقدونا أو أي شيء من هذا الأمر، ولكن على الأقل هناك احترام في الانتقاد، بمعنى اللي عايز ينتقد ينتقد واللي عايز يقول رأيه يقولها يقول رأيه، ولكن في النهاية يجب أن يكون الاحترام السائد ما بين الجميع، والاتفاق على شيء واحد هو منتخب مصر، الاتفاق على شيء واحد هو مصلحة مصر، أنا آسف كمان مش منتخب، هي مصلحة مصر ومنتخب مصر، فهو ده اللي تم الاتفاق عليه أنه هو هيحصل خلال الفترة الجاية، والمدونة موجودة وهنتكلم عنها دائما، لأنها يعني بالنسبة لنا احنا هي الأساس في كل شيء في قناة النادي الأهلي، لأنه ده الأسلوب اللي دايما بنمشي بيه داخل النادي الأهلي. خلينا طيب نروح نشوف تقرير آخر عن مكاسب النادي الأهلي لمباراة المقصة، لأن زي ما قلت لحضراتكم في مباراة المقصة مكاسب كثيرة جدا. إيه هي هذه المكاسب؟ نطلع نشوف هذا التقرير عن أهم مكاسب مباراة مصر المقصة، بعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع لأخبارنا أخبار البيت الكبير.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نروح لاخبارنا بقى النهارده، عندنا اخبار كتيره بالمناسبه ليفربول طبعا، لان انا عارف ان في جزء كبير او مش جزء، كل الشعب المصري دائما اللي بيتفرج واللي ما بيتفرجش على مباراه ليفربول وليدز يونايتد. 3-0 في الشوط الاول، محمد صلاح او في اول نص ساعه الحقيقه، محمد صلاح جاب هدفين من ركلتي جزاء وعمل اسيست في الهدف الثالث، وبالتالي احرزوا ماتب طبعا الهدف الثالث، وبالتالي 3 أهداف مقابل لا شيء. مباراه مهمة طبعا لليفربول وسط هزيمة مانشستر سيتي في المباراة الأخيرة أمام توتنهام، وبالتالي الدنيا بتولع تاني مرة أخرى الحقيقة بعد ما كان الفارق 9 نقاط، دلوقتي الفارق بيضيق ما بين نادي ليفربول ونادي مانشستر سيتي. هنشوف الأيام اللي جاية هيحصل فيها إيه. خلينا بقى نروح لأخبارنا، أخبار البيت الكبير النادي الأهلي. النهاردة بيتسو موسيماني كان بيعقد محاضرة للاعبين استعدادا طبعا لمواجهة سان داونز. زي ما حضراتكم عارفين بيتسو موسيماني بيعتمد على المحاضرة النظرية بشكل كبير جدا، في ان هو دايما يقول للاعبين من خلال ايه اللي حصل الماتش اللي فات، نقاط القوة والضعف اللي موجودة في الفريق اللي هنلعبه يوم السبت بقى غالبا هنتكلم عن فريق سان داونز، وبالتالي مباراة مهمة مباراة صعبة. عقد قبلها بيتسو موسيماني كالعادة محاضرة نظرية قبل بداية المران، والحقيقة الكل كان سعيد بالشكل والأداء اللي حصل في مباراة امبارح، ولكن خلاص صفحة واتقفلت. ده دايما اللي بنقوله، والراجل اللي أمام حضراتكم ده كابتن سعد عبد الحفيظ له دور كبير في هذا الأمر، دايما بيقفل الصفحة وبيفتح الصفحة الثانية مع كل اللاعبين. الصفحة الثانية يوم السبت تبدأ مباراة أو الصفحة الثانية أمام فريق سان داونز ان شاء الله يوم السبت القادم. بالنسبه لعلي معلول ومحمد محمود او محمد عبد المنعم، انتظم علي معلول ومحمد عبد المنعم لاعبا الفريق الاول بالنادي الاهلي في تدريبات الفريق الجماعيه استعدادا لمواجهه سان داونز ان شاء الله في الجوله الثالثه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. النهارده المران شهد انضمام علي معلول وعبد المنعم بعدما غاب عن المشاركه في مباراه مصر المقصه التي اقيمت مساء امس وفاز بها النادي الاهلي برباعيه نظيفه. اما ايمن اشرف بيخضع لجلسه لعلاج الطبيعي. ايمن اشرف بيكمل علاجه من خلال تواجده الحقيقة في العمل جلسة للعلاج الطبيعي في إطار البرنامج العلاجي الذي يخضع له للتعافي من الإصابة. أيضا الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الثنائي أليو ديانج وحمدي فتحي راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية. اوعى بس حد يجي يقول لي الحق موسيماني مدي لحمدي فتحي وأليو ديانج اجازه. خلي بالكم خلي بالكم النبي، عشان ايه؟ سيبوا الراجل يشتغل وسيبوا الراجل، لكل واحد حقه ان هو ينتقد ويقول اللي هو عايزه طبعا، ولكن سيب الراجل يشتغل وبعدين خلينا نحاسبه دائما بالارقام، خلينا نحاسبه دائما بالمنطق. ادي محمد عبد المنعم وعودته للمران مره اخرى، وعلي معلول امام حضراتكم اهو في التمرينه او في التدريبات الجماعيه النهارده. وبالتالي خلاص هو ادى لحمدي فتحي وأليو ديانج النهارده، قال لهم ريحوا النهارده ويجوا بكره ان شاء الله على التمرين القادم. ايضا محمود متولي مدافع النادي الاهلي بينتظم في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي خلال هذه الفتره. طيب بما اننا بنتكلم عن مباراه سان داونز وصعوبه مباراه سان داونز، هي مباراه مهمه ومباراه صعبه، معسكر مغلق ان شاء الله ابتداء من يوم الخميس القادم. كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ، بكره ان شاء الله انا بخلص ماتش امبارح، النهارده اتمرنت زي ما حضراتكم شايفين، بكره انا داخل معسكر عشان عندي مباراه يوم السبت. كل ده ليه؟ كل ده لان انا عايز اوصل ان شاء الله للبطوله رقم البطوله الافريقيه رقم 11 وان شاء الله البطوله الافريقيه الثالثه على التوالي. ان شاء الله يوم البكره ان شاء الله الفريق هيتمرن ويخش معسكر، يتمرن الجمعه خفيف وان شاء الله المباراه يوم السبت. النهارده الحقيقه الجونه بيهزم الاسماعيلي بهدف الظهور الاول لكابتن حمد ابراهيم المدير الفني الجديد لنادي الاسماعيلي، اللي خالد قمر الحقيقه سجل هذه وهدف المباراه في دقيقه 61 بعد نزوله بدقيقه واحده. جونه وصل للنقطه 14 ليرتقي إلى المركز السابع
من 9 مباريات، أما الإسماعيلي احتل المركز ال 17 وقبل الأخير برصيد 3 نقاط من 10 مباريات، تعادل في 3 مواجهات وخسر 7 لقاءات، 3 أهداف بس سجلهم نادي الإسماعيلي، واستقبلت شباكه 15 هدف. التعادل الإيجابي 2-2 بيحسم مباراة المصري البورسعيدي وإسترن كامباني. على فكرة إسترن كامباني عامل مباراة جيدة جدا النهاردة، اللي اتفرج على هذه المباراة، مباراة من المباريات الحلوة اللي تتفرج عليها، من مواجهات طبعا الجولة 10 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. المصري بيحتل المركز 5 برصيد 15 نقطة، وإسترن كامباني بيصل للنقطة 3 محتلا المركز الأخير. عايز برضه اقول لحضراتكم اخيرا واخر خبر معايا، آلان شيرر بيقول وصول محمد صلاح الى 150 هدف مع ليفربول امر مميز جدا. طبعا آلان شيرر نجم نادي نيوكاسل يونايتد قال ان محمد صلاح مهاجم ليفربول مستواه متميز وبيقدم مستوى متميز في البريميوم ليج، وبيسجل 150 هدف مع ليفربول في اقل من 5 سنوات، وتحديدا منذ وصوله الى قلعه انفيلد في صيف 2017 قادما من روما الايطالي. قال شيرر في مقال نشره الموقع الرسمي للدوري الانجليزي، حين شاهدت اول هدف لصلاح في الدوري الانجليزي في مرمى واتفورد لم اتوقع ان يصل الى هذا الرقم، ربما كان هذا الهدف هو الاسهل له. واضاف شيرر ان يسجل بعدها 149 هدف في تلك الفتره الزمنيه فهو امر مميز للغايه. وعلق شيرر بطل الدوري الانجليزي ممتاز سنه 95 على افضل اهداف صلاح بقوله، هدفه في نوريتش سيتي كان مذهلا، واتذكر ايضا هدفه في تشيلسي حينما قطع الكره للداخل وسددها في الزاويه البعيده. قال ايضا أتذكر عددا قليلا من المراوغات أمام مانشستر سيتي وواتفورد، وهدفه الثاني في مانشستر يونايتد، ومباراة مانشستر سيتي في دوري الأبطال أوروبا في 2018 لا أستطيع بالطبع تذكر. إحنا بقى كمصريين، هو بيقول يعني آلان شيرر بيقول أنا ما معرفش أفتكر ال 150 هدف، لو سألت أي مصري على ال 150 هدف اللي جابه محمد صلاح يقعد يحكي لك جابهم إزاي، أنا متأكد من هذا الأمر. من أول ماتش جاب فيه هدف كان واتفورد، وبرضو الحقيقة يعني تقعد تفتكر في الأهداف اللي جابها محمد صلاح، ما تقعد تغمض عينك كده وتفتكر، هل كان من الممكن أن محمد أو تفكر كمصري أن محمد عندك لاعب يصل إلى هذه الدرجة؟ كانت الأمور صعبة شوية، لكن محمد صلاح كسر كل القواعد، ولسه قدامه 3-4-5-6 سنين إن شاء الله ربنا يكرمه، ويظل دائما محمد صلاح يرفع راية بلده دائما ويمثلها خير مثال. حدث رائع الحقيقه نظمته جمعيه اللاعبين القدامى لتكريم كبار الاعلاميين الرياضيين من جيل الرواد، وتكريم بعض الراحلين، وعلى راسهم الاستاذ الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي، الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه حضر هذا اللقاء، وعملنا تقرير بمناسبه طبعا هذا الحدث الكبير والعظيم الحقيقه. ودايما نتذكر أو الجميع يتذكر الحقيقة من كان له أثر، وأثر واضح الحقيقة في الرياضة المصرية. عندنا تقرير، نطلع نشوف هذا التقرير وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل عندي 4 من نجومنا النقاد الرياضيين الكبار، الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري والأستاذ سامي عبد الفتاح والأستاذ عصام شلتوت، هيكونوا في ضيافة البيت الكبير، ولكن بعد ما نشوف هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل أساتذتنا الكبار في ضيافة البيت الكبير. بالنيابة عن حضراتكم جميعا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام والامتنان لمعالي الوزير دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. شرفت النهاردة وشرفت الوزارة أن هي تكون موجودة لتكريم رموز الرياضة المصرية اللي كل فترة مع الجمعية، والجمعية المصرية للقدامى الرياضيين كل الشكر والتقدير ليها على جهدها الكبير جدا يعني إكمالها هذه المسيرة المرتبطة بالمودة والرحمة والتقدير لمن أعطى للدولة المصرية مع كبر سنه. أنا بشكرهم جدا ومتعاونين معاهم بشكل كبير جدا. النهاردة شرفنا
بوجود يعني قامات كتيرة سواء من الجمعية اللي بتكرم ودورهم أساساً المجتمع الكبير جداً ونجوميتهم الكبيرة، لكن هم بينزلوا ويروحوا ويشوفوا ويدعوا وينظموا، إحنا معاهم كل الشكر والتقدير ليهم، ودايماً وبشكركم كمان على وجودكم ونقل هذه الرسائل. يعني مبسوط قوي إن أنا جيت التجمع ده عشان أشوف بيت الرياضيين وخاصة زمايلي بتوع النادي الأهلي. أنا كنت كابتن النادي الأهلي في السباحة، مبسوط قوي لما لقيت عدد منهم. أولاً طبعاً بشكر جمعية قدامى المدربين على هذا التكريم، فكرة حلوة، فكرة كويسة قوي إن حد يفتكرك. يعني التكريم شيء مهم ليه معنى، ما فيش حد غالبا بيتكرم وهو مش ناجح او مش يعني ما اداش رساله، لان من المؤكد انك انت لما تذاكر طول النهار وتحاول تبقى موضوعي وامين وصادق مع الناس، ولما تيجي تنتقد بتنتقد باسانيد فنيه، بتقول كلام مسنود فنيا يعني مش مجرد انطباعات، اكيد في النهايه هتكون هتنال التكريم. يعني الحمد لله طبعا احلى حاجه بس ان انا بقابل زملاء قدام بقى لي مدة ما شفتهمش، كل واحد فينا مشغول في حياته وظروفه، فدي حلوة يعني، حلوة جدا يعني. تخيل واحد بيشتغل بقاله 40 سنة سواء من تحت التمرين لغاية ما تعينت وبقيت صحفي، أكيد ما حدش افتكرني غير الناس الجميلة دي، بديهم كل التحية والتقدير، وليكي وللقناة كلها والأسرة القناة إنهم بيكرموا يعني الفن، بيكرموا الفنانين، النقابات الفنية، النقابات الصحفية بتكرم الصحفيين إلا الرياضيين، فأول مرة يكون لنا تكريم يعني منكم القناة الجميلة اللي أنا بعشقها، اللي أنا كنت أحد اللي عايشين فترة تأسيسها وتأسيس القنوات، فبشكركم جدا جدا، ولفتة رائعة ولفتة كريمة، وياريت تستمروا على هذا وتختاروا شخصيات في كل مجال في الرياضة في كل الرياضات. يمثل معاني كثيرة جدا كلها معاني جميلة جدا، على رأسها الوفاء، يدل على أن الوفاء موجود، وأيضا تقدير للجهد اللي بذلوه هؤلاء الرواد على مدى سنوات طويلة جدا، والطرق اللي مهدوها لأجيال جديدة النهاردة دخلت، ده بفضل هؤلاء الرواد. فطبعا المعنى اللي بيمثله هذا التكريم هو معنى رائع وعظيم جدا، ويريت يبقى سنة متبعة باستمرار. لما جينا نفكر في تكريم الرموز الرياضيين الكبار، رموز الإعلام الرياضي، لأنهم جزء مهم جدا من نجاح المنظومة الكروية في مصر، فكان الفكرة دي اتأجلت أكتر من مرة نتيجة ظروف كورونا وظروف تانية، لكن اخترنا المجموعة اللي هي الرموز الأساطير بتاعت رموز الإعلام الرياضي عشان نقول لهم شكرا. النهاردة لمسة وفاء، في ناس الجيل الجديد كله ما يعرفهاش، رغم أن الناس دي سطرت بحروف من ذهب الإعلام الرياضي في مصر، النهاردة بنقول للناس شكرا، وفي الوقت نفسه بنقول للجيل الجديد من خلالكم ومن خلال الإعلام كله إنه الناس دي لهم حق علينا إن احنا نضرب لهم تعظيم سلام ونقول لهم ألف شكرا اللي عملتوه. أولا شكرا للتقدير، إن الجمعية فاكرة ومقدرة مين إبراهيم حجازي وعمل إيه إبراهيم حجازي، فطبعا أنا سعيدة جدا، ويا رب الشباب كله كده يبقى زي إبراهيم حجازي في وطنيته وشغله وجهده واجتهاده. بحمد ربنا واشكر فضله انه الاعلام نفسه انبسط من اللي حصل. واحنا النهارده فكرنا من مده كبيره جدا ان احنا نكرم الاعلام الرياضي، لان الاعلام الرياضي ده هو القافله اللي كل الناس نشاطها بيندرج تحتها. وهؤلاء الناس اللي هم الرموز اللي احنا كرمناهم النهارده واخترناهم، دول رموز كبار قوي. وقت لما احنا كنا بنلعب، وقت لما احنا كنا بنفكر نعمل الجمعيه دي، الناس وقفت معانا بشده، وساعدونا على اساس ان احنا نجتاز العقبات اللي كانت في اول الجمعيه. والحمد لله ان ربنا كرمنا وعملنا بقى التكريم ده علشان نقول للناس ايه، متشكرين ومعايشين. وده الفرق بقى، كل الناس بعد ما تموت بيقولوا لا كتر خيرك عملت وسويت، لا وهو عايش بقى عايز حد يقول له متشكر، وحد يطبطب عليه يقول له كتر خيرك.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار اللي بيكونوا دايما معانا، بقالنا فتره ما تقابلناش مع بعض وما اتجمعناش التجميعه دي، ولكن النهارده بنعود او خلال الفتره القادمه ان شاء الله بنعود مره كل اسبوع على الاقل، يعني بيكونوا مشرفينا ومتواجدين معانا اساتذتنا ونقادنا الرياضيين الكبار الاستاذ جمال الزويري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام، ومبروك على البرونزيه. احنا ما جيناش من ايام مبروك على البرونزيه، احنا جينا والاهلي ذاهب. لكن الف مبروك ويا رب دايما انتصارات للنادي الاهلي. يا رب دايما انتصارات. ازيك يا استاذ محمود؟ مشرف ومنور كالعاده. ربنا يخليك. ايوه استاذ سامي. ازيك يا استاذ سامي؟ مشرف ومنور برضه. بكرر تهنئتي لجماهير الاهلي والنادي الاهلي ومجلس ادارته بالبرونزيه الثالثه اللي هي شرف للكره المصريه بصفه عامه. استاذ عصام وحشنا. ربنا يخليك كابتن، ويعني صحبه جميله، ويعني الاضافه الوحيده انه شرف للكره المصريه والعربيه والافريقيه ان النادي الاهلي يحتفظ بلقبه في اقل تقدير، خاصه في ظروف يعني نقص كان ملحوظ جدا. ان شاء الله اللقب الثالث، الكل دلوقتي بيساند في هذا الاتجاه. طبعا دي حاجه بتاعت ربنا، ما حدش عارف احنا هناخدها ولا مش هناخدها، لكن الكل بيساند في هذا الاتجاه ان احنا دايما نبقى في ظهر. هو الاصل يا كابتن ان انت فريقك يعمل اللي عليه، واعتقد مزبوط. ان جمهور النادي الاهلي ومسؤوليه، عشان كده بيبقى في فكره عدم يعني اولا الحساب بالقطع. نعم. ثانيا ان تؤدي ما عليك تعظيم سلام، هو ده النادي الاهلي. مظبوط استاذ جمال. معلش انا هتكلم في كل حاجه، ولكن النهارده انا التقرير اللي كان معمول الحقيقه جمعيه اللاعبين القدامى وتكريم الرموز الاعلام الرياضي القدامى، الحقيقه اعتقد شيء جيد جدا. طبعا لان الجمعيه المفروض ان دورها رعايه اللعيبه القدامى. نعم. فمعنى انه يبقى في تفكير في تكريم من كان لهم بصمات في النقد الرياضي، اعتقد اتجاه كويس جدا وشيء رائع، وكلهم طبعا اساتذه ويستحقوا هذا التكريم، وان شاء الله دايما كده نبقى متابعينهم وهم بيكرموا ويزودوا كمان اهتمامهم. يعني انا ملاحظ طبعا الجمعيه عندها مشاكل ممكن تكون ماديه شويه، لكن اعتقد ان هم بيسعوا بكل قوتهم ان هم يعني يعملوا نوع من الحمايه للعيبه القدام اللي بيمروا بمشاكل اقتصاديه ومعيشيه تحتاج فعلا مثل هذا النوع من الجمعيه. اعتقد وجود الدكتور اشرف صبحي يا استاذ محمود شيء جيد ان هو يكون مساند لمثل هذه الامور طبعا. خصوصا يعني الاستاذ حسام الدين فرحات والاستاذ ماهر، فالناس دي يعني الواحد لما بيشوفهم كده والله انا كنت واقف بتفرج، انا واقف وحاطط ايدي ولا ظهري. الناس دي بنشوفها كده بنبقى سعداء وفخورين. تاريخ 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 في الكلام ده الناس دي كنا بنسمعها في الراديو بودننا، فلما تسمع الاصوات الحلوه دي. لا طبعا مش عايز كلام، يمكن الاجيال الحاليه ما شافتش الناس دي وما سمعتش كل الاساتذه. طبعا كل الاساتذه يعني كله. اغلبهم في ظل يعني الظروف والجوامع دلوقتي، خلاص احنا بنعيش في طبعا في مراحل جديده خالص، ويمكن احنا كمان بعد بكره نتنسي برضه في الاطار زي ما احنا بنحاول وبنعافر يعني. هتاخد احنا قربنا انت لسه بعدين احنا قربنا. فعاوز اقول شيء مهم جدا انك تتكرم، وشيء مهم جدا انك تشوف القامات اللي كان ليها دور كبير جدا وكلمتها كانت مؤثره. وفي ذكر الكلمه يمكن رحمه الله عليه كابتن محمود الجوهري قال لي احنا لما كان اسمنا بس يتكتب في الجورنان ما كناش ننام الليل، كنا نبقى حاضنين الجورنان. دلوقتي يا ابني قال لي كده، يا ابني بتعمل حوار لواحد شات شوطه، قال لي كده له ايه انا شات شوطه لسه معلم. هو ده بالمناسبه ده كلام والله يا استاذ محمود، الكلام اللي انت حضرتك بتقوله ده او اللي الكابتن الله يرحمه كابتن جوهري قاله ده درس. ده لانه انا لسه كنت بتكلم في الانترو يا استاذ سامي يا استاذ عصام على انه ميكيسوني قال لك لعيب ما عندوش فكره في الاول خلاص، امبارح قالوا حكم عليه بالاداء. لا يا فندم اكمل بس حكم عليه بالاداء. جه قال لك في اول 3 4 5 6 ماتشات لعبهم، قال لك يا عم ده ما بيعرفش، ده ما بيجريش، ده ما بيدي، ده بيجري بضهره. مش قالوا كده؟ طب قالوا قصير بيجري بضهره، قصير وبيجري بضهره وما بيعرفش يجري ومش عارف ايه. امبارح ده عظيم، ده جامد جدا، ده مش عارف ايه، ده رائع، ده كذا ده كذا. انا بشوف ان ده ولا ده صح ولا ده صح. طبعا لا طبعا انا بشوف ان هناك مقومات عشان تيجي كلاعب محترف في النادي الاهلي اعظم نادي في افريقيا بالارقام بالفلطر بالارقام. فانت في مقاومات معينه بالظبط، وان انت تخش النادي الاهلي المقاومات دي موجوده، ولا انا في فلاف على نبيب اختبار كده، ولا انا في فلاف وفي عناصر للتقييم يعني وعناصر للتقييم. فبما ان العناصر للتقييم بما انه ان هو دخل وعدى العناصر دي يا استاذ سامي
يبقى هو لعيب جيد ولا هو يعني وحش قوي زي ما كانوا بيقولوا ولا هو زي امبارح 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 لا يعني وانت بتقولها صح على الاقل حتى الان بالظبط. كابتن اسلام انا شايف ان ده لعيب جيد جدا يعني طبعا الاراء اختلفت فيه كتير بس انا شايفه جيد جدا ومحتاج وقت شويه يمكن جاي بلد غير البلد ولغه غير اللغه يعني فطبعا انما هو خامه كويسه جدا ومنشط جدا وانا كنت مستغرب شخصيا ان ازاي كان غايب عن طول الفتره اللي فاتت دي مظبوط انا يعني دي نقطه انا مستغربها وزي ما انت قلت في الانترو يعني في كثير من اللاعبين محتاجوا وقت شويه الاجانب بالذات عشان يندمجوا فلافيو كان بيجري كده وفلافيو في ظهره دخل الجول مش يعني بجد اول هدف جابه يعني اول هدف عماد بيعملها طويله كده وبيبص متجنب ظهره دخل الجول لك ايه ده جول فطبعا الصبر على هذه النوعيه من اللاعبين مطلوب بس طبعا زي ما انت قلت برضه ايه اللي جابه جه ازاي هو جه يعني باراشوت لازم في ناس متخصصه موجوده طبعًا. ناس بتراقبه طبعًا. ناس بتقيمه تقييم جيد جدا ممكن يوافق او لا يوافق لاسباب اخرى مظبوط طيب لما يبقى ان هو لعيب جيد طبعًا. وانا متفائل بيه جدا جدا معلش انا خرجت بس من نقطه جمعيه اللاعبين القدامى القدامى لانه كانت النقطه دي بما ان الاستاذ كابتن جوهري الحقيقه قال كلمه شوف من كام سنه قال لك الكلام ده يا استاذ محمد الكلام ده كنا اول مره في رحله سافر 96 كنا 96 كنا بنستعد كان في دوره وديه في كوريا وراجعين على ماتش المغرب أوكي. في تصفيات كاس امم افريقيا تصفيات كاس امم واحنا انت عارف فرق التوقيت 8 ساعات فالكابتن ربنا يديه الصحه ورحمه الله عليه كان طبعا انت عارف الليل النهار والنهار ليل طول الوقت ما يصحى السجاير دي ما تفرقش فلقى فرصه ان انا اقعد اتكلم معاه واحكي معاه يعني انا عاوز اتعلم منه انا اول مره اقرب لسه بادئ جوهري حكايه يعني تاريخ فبقول له يا كابتن كلمه لما كان اسمي اتكتب في الاهرام كنت ابقى عامل الجورنان كده مش مصدق يا ابني دلوقتي انتوا بتكتبوا شوف انا بقول لك كانت 96 اه 96 في سنه 2000 لما طلع عماد متعب وظهر جيت عملت حوار لعماد متعب كابتن طارق سليم رحمه الله اتصل بيا في التليفون بقى كابتن طارق سليم الله يرحمه قال لي اقول لك يا محمود يا ابني ده احنا لسه عاوزين نحطه على الطريق ونهديه وانت ده من وانت تعمل له في الاهرام من حقه بص من حقه يعمل اللي هو عايز يحميه قلت له يا كابتن انا عاوز ده موهبه نعرف وانا عاوزين نعرف الناس بيه ودخلنا بقى في نقاش نقاش ايه سنه كام ده لا يقول لك 96 2000 من 22 سنه الفكره نفسها ما هو ده اللي انا بقوله ان انا امبارح فوجئت مره واحده ان الناس كل مصر كلها قلت لك احنا اسفين يا وعملوها بقى يعني ترند يعني انت فاهم احنا اسفين يا جماعه ولا اسفين ولا حاجه والله عادي لعيب كويس وخد دخل النادي الاهلي بمقومات معينه وبشكل معين وباختبارات معينه وتم اختباره وتم اختياره خلاص دخل النادي الاهلي يوفق او لا يوفق دي مش بتاعه حد دي بتاعه ربنا واللاعب نفسه فما اعرفش يعني بشوف ان الموضوع ده كان لازم ان احنا نتكلم فيها هي برضو فيها شوطه حلوه للذين يذهبوا يعني ايجابا وسلبا بتطرف اللي هو كده. يا اما حاجه حلوه قوي بالزبط. يا اما سيئات لا 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 انا بخلص يعني حاجه في حاجه اما انا بقول لك أو ده, أو ده, ده طبعا لا ده دول لسه بقى ده الطرف الثالث الطرف الثالث استاذ عصام كابتن اسلام ما بيبقاش تقييم موضوعي اللي هو يا اما مع قوي يا اما ضد لا والله انا لا كمان محمود فصلها ايوه النص ده هو الصح ان انت عايز تختال يعني عايز تختال اللي اختاروه والبراند بالظبط ولكن برضه انا بتكلم على الموضوعيين انا ما بتكلمش على دول ايوه صح انا بتكلمش على دول والله انا بتكلم على الناس الموضوعيه اللي دايما بناخد بنشوف بنتفرج انا شخصيا اصل الواحد لما تيجي يساله يجي يقول لك انت اتفرجت على الحته الفلانيه في البرنامج الفلاني يقول لك لو حد يعني اعلامي يقول لك لا انا ما بتفرجش انا شخصيا اسلام بتفرج على كل حاجه طبعا والله بتفرج وبتابع يعني على ما اقدر يعني اصل قالوا لي اصل قالوا لي لكن انا بتفرج عشان اشوف الكلام صح ولا غلط فانا بشوف ان لا في ناس موضوعيين يا استاذ محمود يا استاذ عصام بيتكلموا في هذا الامر وبالتالي فجاه لقيتهم بعد ما كان الراجل وحش قوي بقى من اكستريم يعني بعد ما كان وحش قوي بقى كويس قوي ودي غريبه جدا ما زي تقييم موسيماني برضه في ناس بتستنى لا هرجع لكم بقى لان القصه مش موضوع ده انا بس شوف اصحاب المنطق قبل ما نروح للجمعيه لان الناس لازم نديها حقها اصحاب المنطق راجل بقامت وهامت
دكتور كابتن شيخ طه اسماعيل عاد وقال لا موسيماني يستحق ان انا اقول واقول مع بالزبط. الوقت ده بقى الكلام لانه لم يكن صاحب غرض يعني وبالتالي أيوة. ولا عمره هيكون صاحب غرض طبعا لا انا بقول مثلا ولا يعني انا بقول مثلا لكنه لم يعني يشأ الا ان يعطي الرجل حقه ويقول حتى الدروب كان فين ان هو كان محتاج شويه مع الفرقه صح. بيدعم الطريقه بتاعته لا ده حاجه وده شوف ده احنا هنتكلم عنه ولكن بالظبط جماعي اسم الاستاذ ابراهيم حجازي برضو الله يرحمه وانا كنت عايز بقى اخش في موضوع الاستاذ ابراهيم حجازي الاستاذ ابراهيم حجازي اعتقد ان شيء رائع من الجمعيه وكل القائمين على الجمعيه لان الاستاذ ابراهيم حجازي يعني طبعا الاساتذه الكبار وهو بقى من ميزات الاستاذ ابراهيم حجازي والاستاذ سامي والاستاذ جمال والاستاذ محمود كلنا حضرناه انه كان يقدس هؤلاء ايوه وان كان وان اقترب منهم في السن لكنه كان يقدس كل من بدا قبله وكان كمان يجل الشباب وربما ده لا احد يعرفه ابراهيم حجازي في رابطه النقاد يعني كان ليه في كده دمه خفيف يقسم كده قال لك مفيش حد من الاهرام مسافر اما يسافر الشباب اللي في الصحف الحزبيه بنسميها احنا الجنوب يا كابتن اسلام الصحف يعني اللي ما عندهاش يعني اللي عندها مشاكل اقتصاديه واقتصاديه انت مش لكن هو عارف انهم صحفيين قال ما حدش هيسافر من الاهرام الاهرام تستطيع ان تسفر ابناء استاذ ابراهيم حجازي اول حد اتكلم عن ان مصر قوتها الناعمة أو أكد طبعا أن قوتها الناعمة نجومها وأيضا إعلامها وعمل كل الإيفنتات عند سفح الهرم وأنا شفت الراجل الأرنوب ده بتاع البرازيل اسمه إيه رونالدينهو وأليكسيز عيطوا كانوا عايزين يومين تاني عايزين يومين تاني عشان يقعدوا في مصر وبالتالي عمل ملعب زجاجي على جزيرة وعمل 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 قال السيد مدير الأمن البحر الأحمر سيكون في هذا الميدان ميدان اسمه ايه حاجه كده شهيره يعني في الغردقه الناس عارفاه هي لازم يبقى فيه 100,000 هنا احنا مش عاملين لك المفلاش يا سياده اللواء يا سياده اللواء ده شغل شاغل المصريين ان بلدهم تنور في عز ازمات الراجل كمان ما شاء الله كممثل للشرطه قال له احنا معاك يا استاذ ابراهيم احنا كنا بنحاول بس وفتح ده استاذ ابراهيم حجازي كمان يعني كان الاقرب للاجيال كلها الكبار جيله جيل الوسط جيل الشباب كنت اتمنى اوصل بدري كان عندي فكرايه ان كل دوره من دي لان هم وعدوا انه ده هيستمر زي ما حضرتك عايز هم فعلا قالوا ده في القعده يعني هيستمر ودعم دكتور اشرف هيستمر ولان دي هذه حقوق لمن اسعدوا الناس طبعا في القلب بقى من الذي كان ينقل الصحفيين فالجمعيه والنجوم القدامى كرويا مشكورين ان خدوا معاهم الصحفيين لكن كل مرة كنا نسميها يعني أنا بقول هذه هي دورة إبراهيم حجازي مزبوط. هذا حق وحق يعني أساتذة كبار الحقيقة كانوا موجودين وكلهم الحقيقة لهم التقدير ولهم الاحترام زي ما قلت لحضراتكم أستاذ حسام الدين فرحات ده كنت تسمع اسمه وتسمع صوته كانت بتبقى بالنسبة لنا حاجة كبيرة طبعا. جدا أو اسمك مجرد يوصل زي ما أستاذ محمود كان بيقول إن قيمة كبيرة زي ده يقوله أو يتكلم عنه دي كانت حاجة كبيرة جدا وكل الأساتذة أنا بس الأسماء اللي جت أستاذ ماهر فهمي أستاذ ماهر وكل الناس أستاذ كمال عبد الخالق أستاذ سمير عبد العظيم كلهم أساتذتنا الحقيقة وكنا دايما بنستمتع أستاذ محمد سيف طبعا طبعا لحظة من فضلك كبير جدا ومفاجئ لانه طبعا ما حصلش قبل كده المبادره دي وهي مبادره جمعيه قدام اللاعبين ان هي تقرب الاعلاميين دي حاجه ما جاتش بالرابطه النقاد الرياضيين ما جاتش بالنقاب الصحفيين فبالتالي يعني انا شايف بحيي حاجه محترمه الحقيقه كابتن عبد المنعم الحاج وكل اعضاء الجمعيه على هذه الخطوه ولهم بكل التحيه والشكر طيب هروح لجزء اخر وهو مدونه سلوك النهارده اللي صدرت من المركز الاعلامي مجلس الاعلى مجلس الاعلى للاعلام دايما بتخش انت رحت المركز نفسه حيث الاجتماع حيث الاجتماع مجلس الاعلى للاعلام اعتقد ان هي شيء رائع ان يحدث مثل هذا الامر واحنا لسه كنا بنتكلم مع حضراتكم انا كنت بتكلم مع حضراتكم يعني قبل ما نطلع اوف اير يعني كنت بتكلم ان احنا انا بشوف ان الفتره اللي فاتت هناك التزام واضح من الجميع الحقيقه على الاقل بدعم منتخب مصر كل طبعا. واحد بيلتزم ان هو بيدعم النادي بتاعه ده 100% 100% المدونه اولا موجوده ايوه والقيم الصحفيه والاعلاميه قائمه نعم المهم المحافظه عليها بالزبط. انا بشوف انه اللي بيخرج او بيشذ عن هذه المدونه عدد قليل جدا من الناس
ومعروفين بالاسم ويستطيع لا وتستطيع اللجنة كانوا حاضرين بص يستطيع المجلس الأعلى للإعلام وعنده هو ونقابة الإعلاميين عندهم لجان متابعة بمشاهدة يومية. النهاردة البرامج كلها كابتن إسلام من 11 لوحدة بالظبط البرامج الرياضية كلها يعني أنا شخصيا من 10 لوحدة يعني. أنا متطوع ها باعتبار أنا راجل يعني إعلامي وصحفي قديم والكلام ده أنا متطوع لو عاوزين اكتب لهم تقرير باينه يعني كل يوم من 11 لوحده. خلي بالك يا استاذ محمود صح الكلام اللي حضرتك بتقوله ده إيه؟ ان كانوا كان فيهم ناس يعني موجوده لكن اعتقد انهم كانوا موجودين عشان يتم وضعهم امام الامر لا ما هو ضروري بس ايه فعلا. هي الفكره بقى الفكره في القرارات التي يتخذها المجلس الاعلى للاعلام تجاه الخارجين عن المدونه. اي حد يخرج من غير يعني بص حط كود امشي عليه وضع وهو الكود ده موضوع يا لا هو الكود موجوده الاكواد موجوده والمدونه وكل بالظبط. وبعدين بس شيء جيد يعني ان انت تبقى تلاقي المجموعه دي كلها موجوده والاعلاميين الكبار دايما موجودين دايما الاستاذ محمد سيف كان موجود رقم واحد الاستاذ كل الناس كانت موجوده عشان ما ننساش رقم واحد في العمل الاعلامي معروف كده ان المايك والكاميرا اخطر شيء طبعا. ليه؟ ما هو معلش انا ما اديش المايك لحد مش عارف يتحكم في اللي بيقوله مظبوط لان ده ممكن يعمل ازمات رهيبه ويعني زي ما حصل ما انا هقول لك يا استاذ سامي لا لا زي ما حصل كانك معاك يعني قنبله ذريه الخناقه الشهيره مع الجزائر كان الاعلام وبرضه اللي احنا للاسف الشديد موضوع السنغال. انا وجهه نظري احنا ملناش طار عند السنغال خالص بمعنى ان انا رياضي لا احنا لا هي ايوه ما هي كانت تتقال كده كابتن يعني طار. ليه واحده عندك لكن ده اتقال ايه سنعد زي ما قلت المعركه كلمه طار ما هياش في مكانها لا بس انا ممكن عشان انا وجهه نظري برضو وخلينا برضو نتكلم مع بعض كلنا حضراتكم اساتذتنا انه في مثل هذه الامور انا محتاج ان انا احمس اللاعبين بتوعي ايوه احمسهم زي ما انا عايز نوت اون اير يا كابتن لا معلش وغير كده كمان لازم نسمي الاشياء بمسمياتها فضل. دلوقتي احنا لعبنا معاهم مباراه هم وصلوا النهائي واحنا وصلنا النهائي ولعبنا لغايه ما خلصنا التايم حلو. كله وعلى ضربات الترجيح احنا خرجنا خلاص امر طبيعي جدا ده طبيعي طبعا عندنا مباراتين في غايه الاهميه مع السنغال نلعبهم بمنتهى التركيز وبمنتهى الروح الرياضيه ونستخدم كل قوتنا يا كابتن اسلام مفيش اي مشكله تمام. ومن حقنا ان نكسب ومن حقهم ان يكسبوا لكن في الاول لازم مع المباريات اللي بين دول اللي هي مصر مع اي دوله انت بتخرج للعالم من خلال افريقيا صح طبعا يا اما مع دول عربيه في شمال افريقيا يا اما مع دول افريقيه وهي لا تقل اهميه من الغرب والقاره لابد ان احنا نحمس منتخبنا جدا ونوصله لاعلى نقطه من الاستعداد والدافع وهل هناك دافع اكبر من انهم يروحوا كاس العالم مش مهم على حساب مين اذا الكل اتفق على دعم منتخبنا خلال طبعاً. الفتره اللي جايه يا استاذ محمود ودن احنا بنشكر المنتخب ان هو وحدنا في الفتره اللي برافو عليك صح بامانه شديده صح بدون ما نعمل حاجة منتخب والمصريين بطبيعتهم الغالبية منهم عاطفيين نعم يعني بينسوا وظهرت بعد الوجوه اللي بدأت تتكلم بمنطقية مظبوط فعلا علينا أن نبدأ عندما يأتي 1 مارس علينا نحن نغلق الصفحة المحلية ونبدأ كيف تتم الاستعداد والتشجيع لمنتخب مصر أوكي. اللي هيحصل في أرض الملعب ده شغل المدير الفني واختياراته طبعا خلاص لكن مبارتين محتاجين تكاتف محتاجين دعم محتاجين إيجابية محتاجين ننسى الألوان محتاجين نركز مع بلدنا لأنه حلم الوصول يعوض الخروج واللي حصل في كأس الأمم يعني مثلا أنت الجماعة بتوع السنغال دول أخواتنا على فكرة وأشقاء وبيننا رابط طبعًا. وأنا رحت السنغال مرة وعلاقات يعني غير عادية ليبة الدنيا زي ما سيبك من الكورة والكلام لا وعلاقات غير عادية أخد إيه أجيب تصريحات أيدي والسيدي هو بإيه مش هتشطة يعني أنا السيدي بيديك واحدة يقول لك لا هنروح كاس العالم وكاس العالم من غير السنغال انا هو قال كده طبعا حقه وصلاح
بكى في يا وندي وهيبكي مره ثانيه في ملعب عبد الله وادي اللي هو اللي افتتحه. يعني عاوز اقول لك حرب ايه؟ العب عليك ايه؟ هو لابد انه منتخب مصر بانت طينته بالظبط من طينه الكبار وبطل افريقيا ورقم واحد، محتاج بقى اللعيبه بقى صفاء ذهني تركيز وندعي انه ربنا يوفق. بص نمره واحد واثنين وثلاثه ومليون ومليار هو توفيق ربنا في المباراه الاولى هنا اللي في القاهره، مباراه صعبه مواجهه صعبه، اتمنى وكمان اللعيبه في مباراه الدوري الناس تحافظ على بعض لانه عندنا هدف اكبر. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا مش فارق معايا ماتش هنا او هناك، لا والله بجد لان هنا زي هناك. طب ما خلاص يعني هو هيلعب معاك هنا، عايز يوصل هو هيلعب معاك حتى لو لا قدر الله مثلا كسبت 1-0 مثلا او تعادلت مثلا، ما انا عندي ماتش هناك. هذه الثقافه وجهه نظر. الله ينور عليك محمود. بضيف على كلامك، التوجه الاعلام السليم في المرحله دي دايما. حضرتك كنت موجود يا استاذ سامي، قول لنا برضه الندوه دي يا مع كابتن اسلام، يعني التوجه الاعلامي الصحيح لمسدس المنتخب في هذه المرحله، وننسى حته اهلي وزمالك او غيره. انا بس معترض وليه ننسى؟ احنا يعني نعمل نعمل كل حاجه في وقتها، بس نقفل فايل ونفتح فايل، عايزين نرتقي. لا اصل احيانا يا استاذ سامي، الاداء الاعلامي استاذ سامي بيتاخد علينا انه يقول لك ايه يا عم دول بيحبوا الاهلي والزمالك. مش صحيح، مش صحيح. ده كل وقت وله مقاديره، ده المنتخب، ده الدوري، دي الانديه، وهكذا. يعني طبعا كلامك صح. فبالتالي يعني المرحله دي مرحله منتخب مصر عشان نحقق هدفنا المهم جدا، وصول كاس العالم. وده زي ما قال استاذ جمال، مفيش طار، انما في هدف. انا بكره كلمه طرد على فكره. لا ما هو بحبها طبعا. لا ده احنا من احنا اللي بنحبش في الكوره الغيه. انا شخصيا حتى والله هو رد اعتبار. بالظبط رد اعتبار نقولها زي بالظبط. تحقيق هدف في هدف والله ولا رد هدف والهدف هيتحقق. مفيش رد اعتبار عمر ما بلد. يا جماعه احنا عندنا مشكله البكائيات فجاه، فنقول فبالتالي يعني وانتكس مصر. ايه يا عم انتكست الكوره، ما المانيا بتخسر عادي جدا. فبالتالي يعني دي خطوه في كان مدونة السلوك الإعلام الرياضي النهاردة مع أستاذ كرم جبر، كانت مهمة جدا عشان نصحصح حاجة مهمة جدا ونصحح خطواتنا الجاية. أنا عضو لجنة ضبط الإعلام الرياضي في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. طب يا أخي بس يعني إحنا كنا بندور في دايرة مفرغة. يعني في لائحة كابتن إسلام، في لائحه فعلا معاقبه الخارجين عن السلوك، نتمنى ان يتم تطبيقها. بس وده اللي احنا اتفقنا عليه، وده اللي انا طرحته النهارده في الفعل في الندوه. يعني اضرب السايب خاف المربوط بالظبط كده. لا يفضل المربوط مرتاح لانه ما عملش حاجه. معادله بسيطه جدا. لما احنا بنتكلم كتير يعني اذا كنا هنتكلم في موضوع الندوه، بنتكلم كتير وما بنعملش حاجه فعليه، وده يعني ده شيء يعني عطلنا كتير، عطلنا كتير قوي، خصوصا مع ظهور منصات. والاستاذ كرم النهارده كان واضح جدا في هذا الامر، وقال يعني حضرتك ممكن برضو تقول لنا ان هو يعني قال في عقوبات هتوقع فعلا على المنصات وغير المنصات، بالتعاون مع اجهزه الدوله المختلفه. يعني والله اتمنى ذلك يا ريس. اتمنى ذلك. لو ده حصل يا استاذ محمود هتبقى الامور جيده جدا. اتمنى ذلك. هو اجتماع مهم قوي. ليه؟ طبعا قبل تطبيق العقوبات. بالظبط كده. يعني هو انت بتقول للناس خلاص يا جماعه عفى الله عما سلف، بس عليك. من النهارده في اصرار لازم يظهر، وده شيء جميل. اسمع لك يا استاذ عصام. لا تمام، احنا عندنا كل شيء، احنا نملك من القدرات الكثير، احنا عندنا على ارض الواقع. ولان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان احنا نبقى يعني القوم المصريين 110 ل 120 يمكن مليون، فدايما بتبان الحاجات. ويمكن ساعات بقول لاصدقائنا العرب تحديدا واخرينا طبعا، يا عم انت لما بتلاقي 27 يفرقوا في ال 120، لانه هيبقوا 7% دول غير 7% عندك وانت 10 15 20 مليون. صحيح. وبالتالي دور على 80 90 100 مليون مصري محترمين وطنيين، وطنيين بالنسبه للوطن كاملا كمان. مزبوط. مش للمصر بس. وبالتالي المطلوب يا كابتن هو التفعيل الموجود اصلا. برافو عليك. دون اي اضافه. هو ده اللي اتقال النهارده. لا هو ده اللي اتقال النهارده على فكره، انه سوف يتم تفعيل الموجود. اجهزه الدوله حاضره في الميعاد. لا يوجد بقى ما يسمى شفقه اذا لم يحترم
الذي يمتلك هذه الأدوات اللي تعتبر يعني مدمرة إذا أسيء استخدامها، بدءا من القلم للميكروفون للكاميرا لكل الألوان دي، حرام، لأنه هذا الوطن لا يستحق أبدا هذا التسخين في أوقات الكل في مصر يريد أن تكون البلاد والعباد يعني بتستظهر أن عندنا قوتنا الناعمة وعندنا الرياضة والفن، حاجات بنجتاح بها كل الدنيا بثقافتنا وكذا، أنت تطلعها من مساوئ مصر إزاي يعني؟ إذن هي بجد بقى ومش تنظير، مش بقى حكاية ضرب بيد من حديد، هذا الشخص يجب أن يطبق عليه كل القواعد القانونية ومش حكاية يبقى عبرة ولا حاجة، لا، عشان يبقى فيه ثواب وعقاب يا جماعة. بالظبط كده، بالظبط كده، وده مهم جدا في اللي حصل النهاردة، وأعتقد اجتماع مثمر جدا إن شاء الله، اللي عرفناه ان هو هيتكرر كثيرا خلال الفتره اللي جايه، وان شاء الله يكون له كالعاده الحقيقه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام له دور كبير جدا جدا فيما يحدث خلال الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه. نتمنى ان يتم تطبيق العقوبات زي ما يتقال على من يخالف هذه المدونه. عموما خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي على المقصه ومباراه ان شاء الله يوم السبت القادم امام فريق صن داونز. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع استاذ زيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال، فاز النادي الاهلي امس على مصر المقصه 4-0، ولكن ليس في ان انت فزت على مصر المقصه، ولكن في شكل الاداء وشكل الاداء اللي جوه الملعب عامل ازاي؟ اولا يعني هو في اكتر من درس مستفاد او مكسب حققه النادي الاهلي من المباراه دي. نعم، اول حاجه ان هو ريح بعض اللعيبه، ودي نقطه مهمه قوي، قبل موقعة صن داونز. نعم. كمان ادى فرصة لمحمود وحيد وكريم فؤاد، واعتقد ان هم كظاهرين ظهروا بشكل اكثر من رائع. ما انا لسه جاي له. زياد لسه جاي له. انا بتكلم الاول على البدائل الاساسية. البدائل الاساسية. انت النهارده كان عندك اكرم ومحمد هاني، بقى دلوقتي كريم. عندك كريم فؤاد، محمود وحيد برضو في غياب علي معلول، كريم برضو خلي بالك ممكن يلعب باك شمال بالظبط. فيبقى انت اطمنت برضو على البدائل، وهنا كلمه البدائل اللي انا بحسه في النادي الاهلي انه بديل، مش بمعنى ان هو مش احتياطي يعني وخلاص، مش احتياطي مركون، لا، لانه النادي الاهلي بيشترك في اكتر من بطوله في توقيت واحد، فهو طبيعي جدا ان هو يحتاج كل لعيب عنده، ومحدش بيتعامل مع الامر على انه بعيد. يعني مثلا محمد هاني لما قعد فتره احتياطي لاكرم توفيق، ناس تانية ممكن في انديه اخرى تقع. او تقع منك صح. لا، لقينا محمد هاني رجع بشكل كويس قوي في كاس العالم وعمل شغل جامد. مظبوط. طبعا ميكيسوني رد يعني بشكل واضح على كل الانتقادات اللي وجهت لي. والله انا شايف ان هو عنده احسن من كده بكتير. ولن يتعجل برضه، هو مجرد ان هو ياخد الثقه. وطبعا لما واحد ياخد ثقه بهدفين في مباراه واحده، لا ده حاجه كويسه جدا. كمان اشراك محمد محمود طبعا برضه خد وقت كويس. المكسب بقى اللي جاي برضه كويس قوي، زياد طارق. لانه لما لاعب صاعد او ناشئ يوفق بعد نزوله بدقائق قليله، ده شيء جيد، جيد جدا طبعاً. وبتعمل عنده روح معنويه عاليه جدا ثقة. جدا وثقه كبيره. فانا بشوف ان هي مباراه غير الفوز طبعا، هو استمرار لانتصارات النادي الاهلي في الدوري العام، واللي هي الانتصارات اللي باهداف. يعني انت لو تلاحظ الاهلي لم يتوقف لحظه عن الرغبه في زيادة عدد الأهداف، وده شيء مهم، وده الجديد الحقيقة احنا مش عن الموسم اللي فات يا استاذ محمود. بمعنى ان كان الموسم اللي فات كنت ممكن تبقى كسبان واحد، تلاقي الفرقة وقفت ورا شوية. هو ده الدرس. خش بقى. هو ده الدرس من وجهة نظري يعني. هو كلام لو نرجع الموسم اللي فات في اواخر كده بعد خسارة الدرع، كلام موسيماني وقتها قال لك صحيح. ان انا ما كنتش فاهم الدوري المصري بالصوره دي. دلوقتي اعتقد ان الامور والحسابات بدات مختلفه. مظبوط. ووعى جيدا ان الدوري ده رقم 1 و2 و3 و4 بالنسبه للنادي الاهلي، وخاصه انه فقد النقاط تم
مع في مباريات سهله جدا كانت بالامكان انك انت تحسمها. نعم. لو عددناها وحسبناها هنلاقيها مع فرق يعني من مش من متوسط كمان، لا من اقل من المتوسط. نعم. لكن الشكل كويس انك انت يبقى عندك الناس فايقه وانت بتنزلها. مظبوط. برضه دي من الحاجات اللي ما اثرتش الفريق، يعني ما حصلش مثلا لما هو قعد اغلب العناصر الاساسيه في الناس كلها في اول المباراه قال لك ايه ده التشكيل اللي لازم التشكيل اللي بيلعب بيه ده، لكن اعتقد انه دوافع اللعيبه وده بيرجع ان الجهاز الفني شغال ومحضر كسب الرهان. يعني طبعا هو كسب الرهان. طبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه انه كمان انه توفيق ميكسوني في لقطه انه انا لا ما جيتش هنا كده يا جماعه، ما جيتش صدفه والله. بس هي مساله يعني الكوره هي كده بتاخد وقت، ممكن تجيب لعيب وممكن تجيب واحد مكسر الدنيا ويجي يقعد عندك فتره مش عاوزين يعني ايه المساله. لا مش عاوز اقول عاوز اقول للناس ما تتوقعوش ان مثلا ميكسوني لما يجي في الماتش اللي بعد كده ما مثلا ما يعني ايه ما يجيبش جول ولا ما يظهرش رجعنا يعني عاوز اقول ايه. لا يا جماعه نصبر على اللعيبه. لا في ايه عاوز اقول ايه انه التوفيق وعدم التوفيق وفي الكوره ويومك وحالتك وحاله الفريق وحاله اللي موجودين معاك في ال11 مش بيلعب وحدك. لكن عاوز اقول ايه انت ماشي على الخط يا كابتن اسلام انك انت بتلعب في كام بطوله، بتلعب في دوري ابطال افريقيا، بتلعب في الدوري المحلي، عندك الكاس كمان هتلعبه بدون الدوليين في الفتره اللي بيتقال عليها فتره توقف استعدادا لنتيجه كاس العالم. كل الكلام ده بيحتاج انك انت ايه لديك القدره في مساله التدوير وفي مساله اشراك اللعيبه. وكمان كانت خطوه ولمحه جيده جدا ان يدي ناشئ تم اكتشافه في كاس الرابطه، فكمان ربنا يوفقه فوق ما ينزل يخطف هدف. كمان برضو دفع حسام حسن برضو عاوز اقول ايه في ناس محتاجه مهم. في ناس محتاجه دعم من الجهاز ومن الجمهور. نعم. محمد شريف رقم واحد، عاوز يا جماعه شريف تعرض في المرحله اللي فاتت مرحله صح صعبه جدا، مرحله نفسيه، موقف يعني مر على اي واحد فينا في حياته في شغله واتقال له انت كذا وبعد كده بعد شويه طب ما معلش شركه تعالى شويه، اكيد نفسيا هفقد الثقه في نفسي حتى لو رئيس الشغل جه اعتذر لي وانا مش قصدي والمصلحه العامه ماشي اوكي. لكن محمد شريف بامانه شديده يا جماعه لاحظوا محمد شريف، لاحظوا تحركاته، شوفوا الحاله اللي هو فيها. بامانه محتاج جلسات من الجهاز الفني، محتاج دعم من الجماهير بصوره باخرى. اعتقد هو شغال على هو شغال على نفسه بس عايز اقول لك عشان كده بيلعبه لو ما كانش واخد باله يعني ما كانش يلعبه. محتاج انك انت تحافظ عليه مش حلو. محمد شريف من اللعيبه الكويسين جدا بيعرف طريقه المهم. ايضا تجهيز حسام حسن بشكل او باخر والضغط عليه وجاب جون تقريبا. ما انا بقول لك كوره حظه بس يعني جت في القائم يعني كان من اجمل الـ 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 يعني الحاجات اللي اتعملت في المباراه، من اجمل الجمل التكتيكيه اللي اتعملت من قفشه يعني بصراحه مرة واحدة. بصراحه لكن فيها يعني التوفيق برضو عدم التوفيق. لكن عاوز اقول لك الشكل كويس الـ الـ الوضع انت كده بيبقى عندك ايه مش واحد واثنين، عندك في مراكز واحد واثنين وثلاثة. ده كويس. وخلي بالك لسه الاحتدام جاي. صح. يعني عاوز اقول لك ايه؟ انت لازم تستغل لسه ما دخلتش في عندك سبت ثلاث سبت ثلاث انا بقول لك اهو طبعا يعني لا كل ورا بعض. فوز معنوي، فوز مهم جدا، انت بتكسب من نتيجه ونقاط وايضا بتكسب لعيبه جديده بتديها دفع معنوي. استعاده القمه. استعاده القمه يا رب ان شاء الله. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هرجع اتكلم مع استاذ سامي واستاذ عصام او هكمل مع استاذ سامي واستاذ عصام فيما يخص سان داونز. بس عايزين ما ننساش النادي الاهلي عنده نجوم كبار بيعرفوا ازاي يحتووا الجيل القادم. شفت السوليه بيعمل ايه، شفت اللعيبه الكبار بتعمل ايه مع زياد وكذا، ده موضوع محترف، ده مش حكايه حب وبس، دي لعيبه محترفه لكنها تقدر التيشيرت، فبيخلق الجيل الثاني بنفسه لانه هو المستفيد طول ما عجله المنافسه والمكسب دايره يعني. تمام. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا مع بعض. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ سامي، يعني كنا بنتكلم عن النادي الاهلي مباراته السابقه امام المقاصه، خلينا بقى نذهب خطوتين لقدام وننظر لمباراه سان داونز ان شاء الله يوم السبت. مباراه صعبه، مباراه مهمه، بنعتبرها هي تاني مباراه او ثالث مباراه، واحده اتاجلت وواحده تعادلنا فيها بره ارضنا، دي تعتبر البدايه الثالثه بس الاهلي هتبقى بالنسبه له التاني. طبعا تحدي كبير جدا، صعب جدا يعني خصوصا سان داونز عنده اربع نقاط من ماتشين والاهلي عنده نقطه واحده من ماتش واحد، فبالتالي يعني الاهلي مش لازم يخش في حسابات معقده
في متبقى يعني. نعم. لو صورنا ان جولات المريخ ولا الهلال اسهل شويه يبقى حساباتنا غلط. لازم مباراه السبت الجاي ان شاء الله مع سان داونز تحسم في استاد القاهره بنتيجه بالاربع ثلاث نقاط عشان الاهلي يوصل للنقطه الرابعه ويستعد لما هو قادم لانه عنده حمل تقيل جدا في الدوري وفي السباق الافريقي برضه. فيعني التحدي في المجموعه مع سان داونز هو الاهم انا شايف كده. وبالتالي يعني جيد جدا ان موسيماني قدر يوزع الجهد على كل لاعيبه الفرقه عشان ما يحصلش دروب في هذه المباراه بشكل خاص يعني. ف يعني موسيماني كمان بالمناسبه انت انا عايز اقول ان هو قدر يندمج شويه شويه مع الفرقه وكانت عليه ملاحظات سابقه لكن في الوقت الحالي هو فاهم الفرقه قوي وفاهم جمهور الاهلي كويس جدا خصوصا اللي شافه في الامارات وقد ايه الجمهور يعني الاهلي وجمهور مصري كله كان واقف جنب النادي الاهلي وراه لحد ما حقق البرونزيه الثالثه. وانا بالتالي يعني عايز اقول ان اي لعيب يعني اجنبي عن فرقه الاهلي بيحتاج وقت والمدرب الاجنبي كمان بيحتاج وقت. موسيماني بدا يندمج جامد يعني مع فرقه الاهلي وانا متوقع طبعا هو فرقته سان داونز اللي هيواجهها يوم السبت الجاي فانا متوقع ان شاء الله يقدم مباراه كبيره مع فرقته لانه لازم يوصل لهم الرساله ان دي عنق الزجاجه اللي يعبر بها الاهلي ان شاء الله للرقم 11 ان شاء الله. استاذ عصام كيف يلعب موسيماني في هذه المباراه؟ هل يعني بيني وبينك لكم في عمر دلوقتي في حيره كبيره جدا كل ما بيلعب حد بيتالق بسم الله ما شاء الله دي حاجه حيره جيده يعني. السكواد الاصلي زي كل الفرق الكبرى في العالم أوكي. لانه خلاص بقى عنده رصيد ذهبي هيستغله يعني في كل الاوقات بعد كده اللي هو الاضافات ما شاء الله. كله هيلعب صحيح طبعا ده طبيعي جدا. انت لسه كنجم كروي طبعا وخبره قلت لنا واحنا بره الهواء انه في مطاحن جايه على النادي الاهلي هيحتاج كل لاعب وكل يعني قطره عرق من لاعب يعني مزبوط. وبالتالي هو هيرجع لسكواده طبعا الاقرب لانهم اكثر اندماج واكثر يعني لعب مع بعضهم علشان يبدا فعلا مشوار بقى الجانية. انا بتصور ان كلنا ما كانش حد مدي نفسه فرصه انه يعرف ان الراجل بيحاول يولد طريقه 4-3-4 دي او 4-2-3-1 ويدمج بين ده وده وبالتالي خد وقت لانه كان برضو اتظلم بفعله يعني. اما موسيماني جه وكسب حاجات ورا بعض الطبيعي ان يجي اي حد في الوقت ده. عشان كده انا فاكر كويس قوي كابتن خطيب لما قال لما حد يبقى عاوز النادي الاهلي يبقى هيقاتل لانه قال انا حابب تجربه. والكابتن اسماعيل لما كان موجود في اللجنه يعني اثنى على كلام الكابتن خطيب وسماه حتى مدرب الضروره انه حافظك مش هيجي زي الخواجه عشان يقول ايه سنقدم كل ما لدينا وده ما بيبقاش كلام يعني الراجل مش جاي برضه ينصب عليه هو لازم يقول كده مش لا بقول لك يعني لو جه خواجه غربي يعني يقول لك سنقدم كل ما لدينا ونعمل من الغد لكن انا لا املك عصا سحريه حاجه بتتقال في كل العالم. الراجل دخل على طول كسب هو بدا يبقى عنده احساس ان مكاسبه دي مش عايزه تروح فيهاجم شويه ويستنى يعني يجيب جون ويستنى على قد فهم يعني خرج من من الموضوع ده انه خلاص هو اتاكد ان النادي الاهلي يقدر يعمل كل ده حتى لحظه قال لك ما فيش حاجه اسمها تتعادل ولو اتغلبت جنازه يعني اتعادلت مناحه لو اتغلبت جنازه بدا يثق ان الفعل متكرر مع النادي الاهلي. وبالتالي حتى انا ملاحظ ان هو غير انه حافظ يعني سان داونز والكره الافريقيه دي فرقته انما انا حاسس انه بيخلط بين الطريقه وعرفت كده ان التمرين دلوقتي بقى اكثر تكتيكي وبدا يعمل حاجات فعلا زي المدربين الكبار يريحك بدنيا النهارده علشان انت يعني منفوخ جهد اولا ثانيا انت مستعد لياقه وبكره بقى في فكره انجوي فوتبول اللعيبه بقت بتضحك وبترقص بمزاج وواحد يجيب جون يشاور على انجوي ده فعلا دي حقيقه. ما انا حاسس ايه ده طبيعه الفرق الكبيره لكن لما تبقى متجاهم خاصه لما يبقى عليك حمل بدني وماتشات كل 3 ايام وكل يومين انت بتلعبش بمزاج بتلعب عشان بس عندك اصرار عشان ده النادي الاهلي عشان مش عايز تخسر
لكن ما بتجودش. دلوقتي بقالنا ماتشات بنشوف لعيبه الاهلي بتعمل فنتات على الكوره، مش خلاص بقى رجع الموضوع بقى خلاص بقى ايه. طيب. النادي الاهلي في طريقه فعلا لتقديم كره، وعشان كده قلت لحضرتك ما سيسعد الجماهير لان دي عادتها ان يقدم النادي الاهلي كره قدم قويه، اللي هو بعدها اي نتيجه هي من صنع رب العباد وهو رزقك ونصيبك، بس الناس بقى تشوف بقى ساعتها من العرض اتدغدغت وفرص ولا فرص. الاهلي في الماتش ده يا كابتن 13 كوره نحو المرمى، فيهم 7 منتهى الخطوره و13 شوط كلهم زي ما بيقولوا بره اون تارجت. ارقام رهيبه. فده معناه انه موسيماني مستعد جيدا، واعتقد انه هيسيطر على الماتش ده، مش بس هيلعبه هيسيطر على الماتش ده. اوكي. هو السؤال ده انا كنت هاخد من حضراتكم، بس كل واحد من حضراتكم تشكيل النادي الاهلي من وجهه نظره في المباراه القادمه، لان انا عايز اوصل لنقطه ان حضرتك عندك تشكيل، استاذ محمود عنده تشكيل، وانا عندي تشكيل، استاذ سامي واستاذ كل واحد فينا عنده تشكيل، وهيبقى في اختلاف. انا وجهه نظري بقول من دلوقتي قبل ما حضراتكم على الهوا يعني. اكيد على الهوا. طيب. وانا كمان برضو بس قبل النقطه، هل لان الاستاذ عصام برضو فتح لينا نقطه اخرى، الحرب الكلاميه مش حرب، او الشغل السجال الكلامي الصادر من سان داونز واللي بيصدر من موسيماني دايما، هم دا هل ده طبيعي؟ هل ده ممكن يفرق مع موسيماني؟ لا لا لا، هو اولا ده كل ده كلام طبيعي في كره القدم. اي مدرب اي فريق عاوز يشعر المنافس ها انه هو موقفه افضل منه، انه هو هيكسبه، بيبقى ممكن فريق بعيد تماما عن اي تصنيفات ويقول لك هكسبك برضه. صح. يعني مش لازم يكون 100% احسن. فده طبيعي يعني. ده طبيعي جدا. أوكي. اللي بيسموها حروب كلاميه مشروعه، مشروع. ما فيهاش اي عيب يعني. ماشي. بالنسبه للتشكيل انا برضو مع وجهه نظر الاستاذ عصام ان هو هيلعب بالسكواد الاصلي بتاعه. يعني كل اللعيبه اللي ظهروا وتالقوا هم قطع غيار مهمه جدا. اوكي. ان هو يقدر في اي وقت. هو دلوقتي من وجهه نظري موسيماني بيلعب مرحله الشناوي الانجوي. الانجوي مرحله حلوه. مرحله الانجوي دي يا طبعا هو بيعمل كده يعني. كل الناس يا كابتن في كل لا هو وعد على فكره. لا انا بتكلم بجد والله. لا لا وهو وعد قبل كده قال لك انا عاوز اقدم كوره حلوه تمام مش بس البطوله. فاعتقد ان الشناوي محمد هاني طبعا لسه لسه اكرم بعيد مش لا اكرم بعيد خالص. يبقى محمد هاني عبد المنعم ياسر يرجع ان شاء الله مش كده ياسر ايمن اشرف اخباره ايه؟ لا بره. طيب اللي طبعا علي معلول عندك انت الثلاثي بتاع الوسط المدافع ما شاء الله الثلاثه. ما تعرفش يلعب ثلاثه ولا اثنين. هيلعب هو ده ما انا بقول لك كده هيبقى في اختلاف. هيبقى في اختلاف طبعا. السؤال هيلعب ثلاثه ولا هيلعب اثنين؟ ايوه ما هو ده. عشان كده انا بقيت اسال يا جماعه قولوا لي التشكيل لان انا عارف التشكيل. لا انا يعني احنا كلنا قلنا تشكيل قبل مباراه المقصه لقينا تشكيل تاني خالص. لا انا وارد على فكره انا اتوقع انه يلعب بثلاثه حمدي وسليه لانه هيبقى عنده قدام عنده البعد الدفاعي والبعد الهجومي والثلاثه بيوجده حلو. الهجوم عنده برضه ما اقدرش نقول مين بقى الثلاثه اللي بقى الثلاثه محمد شريف حلو الشحات حلو مين تاني؟ احمد عبد القادر تمام استاذ محمود وهناك اختلافات. انا بقول لك كده هنختلف كلنا صح يعني. بص زي ما قال كده يعني الجزء اللي تحت كله احنا متفقين عليه اللي هو الشناوي محمد هاني عبد المنعم ياسر ابراهيم علي معلول وكلهم جاهزين قدام الثلاثه هنا عندك بقى مختلف هنختلف ممكن انا اعتقد ان هو ممكن يكتفي باثنين في نص الملعب. اوكي خلاص مع سان داونز يبقى يلعب قفشه لا قفشه احمد عبد القادر طاهر محمد طاهر ايوه محمد شريف اعتقد دي التركيبه اللي تبقى الفرقه دي خلاص كده بيرسي تاو ما اعتقدش يبقى 4-2-3-1 بيرسي تاو ما اعتقدش ان هو يبقى معاه يبقى معاه ترس مستني والله هنختلف مش انا بقول لك ولا واحد هيبص مش حد هيعرف ماشي ميكسوني هيبقى برضه ترس موجود على فكره هيبقى برضه ليه دور اللي انت عاوز اقوله لك يا كابتن اسلام
انه صن داونز المره دي جاي مريح، ده قاعد معاك في مصر. لا بقاله اسبوع انا بكلمك اهو، يعني ما ايه ما جايش من ايه؟ من صفا يعني ايه؟ من جنوب افريقيا. من جنوب افريقيا انت بتحب الراجل قاعد مريح وهادي متفرج. اه عندهم هم عندهم اصابات، ثلاث اصابات، ممكن اصابه لعيب مهم جدا بالنسبه لهم، هم صفروه ما عرفش يعني. كان عندهم امل ان هو يبقى جاهز، لكن اعتقد ان شاء الله مباراه صعبه في الملعب، الاستفاده من الفرص اللي هتيجي القليله، الاستفاده بتقليل نسبه الاخطاء، ايوه عدم منح الفرصه. انت عارف لو اديت لسان داونز الفرصه في المساحات هيتعبوا، فاعتقد ان هو حافظهم وهم حافظينه، فهنشوف مباراه حلوه، هنشوف في مباراه جايه. اخر حاجه سريعه جدا، دليل على مرحله الانجوينج دي ان هو دلوقتي بينوع في طرق اللعب. صح يعني انا بحس لا الدليل ده دليل المرحله دي احنا مش عارفين نقول ايوه. انا بحس انه مرحله الانجوينج دي بقى جايه واضحه قوي، ان هو بيلعب دلوقتي ساعات 3-4-3-3 وساعات 3-4-3 اقرب يعني، وساعات 3-2-4-2-3-1 هو اقرب انه بيلعبها ويطور ده في الملعب، يعني في الملعب هو يقدر يعمل وده شيء كويس طبعا. يعني انا طبعا بقول ان موسيماني حظه كويس قوي انه شاف فرقه صن داونز مع ماتش المريخ، اكيد يعني قدر يشوفها او تابعها او بعت حد، دي نقطه مهمه جدا، وبالتالي الفرقه يعني مقريه عنده تمام يعني. فانا والتشكيل مش انا مش شايف فيه اختلاف، هو الشداوي كل ده مفيش اختلاف، الشداوي هاني وعبد المنعم وياسر ابراهيم ومعلول، وفي النص انا اليو ديانج والسوليه، قدامهم قفشه ماشي للربط مع احمد عبد القادر وشريف والشحات ماشي. المهم جدا ان يكون في كتله هجوميه كافيه، لان احنا عايزين في ثلاثة او اربعة مختلفين عن الاستاذ محمود ده مثلا يعني مهم جدا ان احنا يعني نعمل تمام. كتله هجوميه كافيه في اوراق على الدكه تقدر تسيطر بيها وتقدر تغابر بيها او عفوا تقدر تفاجئ بيها الخصم وتدور على وتقدر تغير طريقه اللعب وتقدر لو الدنيا يعني عقدت شويه، لان طبعا هو صن داونز انا متوقع ان هو يعني يحرص على انه يلعب مدافع، لانه عنده اربع نقاط، لو خد نقطه من الاهلي يبقى افضل ووقف الاهلي كمان. استاذ عصام انا شايف ان موسيماني هو رجل بيقدر يلعب الماتش ويطور الاداء خلال الماتش، يعني أوكي. طالما لعبته هيلعب بالشناوي ومعلول ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد هاني، وهيلعب بديانج والسوليه وحمدي فتحي، وهيلعب بمحمد شريف قدام واحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر، ويستغل قفشه وبيرسي وميكيسوني وحسين كل دول هيبقوا الذخيره لما يحب يطور الهجوم. هو عايز الاول يكسر مقاديف، ممكن يبدا بدول وبعدين يطور بدول. لا مش موسيماني هو على فكره، وده فكر مدرب يبقى اكثر وعيا. ليه أوكي. انا مش جاي اتنطط عليك الاول، انا جاي الاول احجمك واقفك عند حدك. خلي بالك لازم تقول لي كلمه حلوه قوي صح، مش جاي اتنطط عليك. ده اصل معنى لما يبقى عندك مجموعه لاعبين كده وكلهم كويسين، فانت بتبقى محترف فلازم اضبط نفسي. دي بتخليك الخبرات مطلوبه في البدايه طبعا، الخبرات مطلوبه، لان ممكن مين خبره حسين ولا خبره طاهر؟ لا طاهر طاهر على انه كل واحد له طريقه، ميرسي تاو ظروفه عوده الملعب ما اعتقدش يلعب بيه بدايه ال 90 دقيقه، لكنه كارت رائع زي ما قفشه كده يقدر بس هو الاول عايز يعمل استحكامات في الملعب، عايز يقول له انت مش هتقدر تيجي هنا، هيعمل الضغط اللي هو العالي ده، وفي نفس الوقت هيحاول يجتازهم، خاصه ان هو هيقدر يطير واحد من الجناحين مزبوط. طول الوقت، ويقدر يخليها تبقى 3-4-3-4 واخد بالك يعني. لو عمل تغييره من هنا يقلب الدنيا، لو عمل تغييره من هنا اعتقد ان هو خلاص يعني موسيماني ذهنه بقى صافي، ارتاح من حاجات كتيره قوي التشكيك فيه، انه عنده امل انه يقعد في الاهلي، وخلاص الاداره قالت له انت قاعد احنا بس عندناش وقت نقعد نمضي يا عم الحاج، وبالتالي الراجل خلاص بقى هيبدا يعمل كوره فيها كلام من بره وفيها تكتيك
عمال يركز عليه زي ما عرفت في التدريب يعني. عموما يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. بس انت لازم برضه تقول لنا لمسه فنيه بقى، ده انت اقرب حد للشغلانه. ده انا راجل، لا راجل بسال بس. لا انت اقرب حد للشغلانه اللي احنا بنقوله ايه منه ممكن يبقى في يعني جزء منه. بس هو هقول لحضرتك حاجه، هي وجهات نظر مش اختياراتنا، قصدي اقول لك ان الاهلي كده كل الكلام اللي حضراتكم بتقولوه ده ممكن يحصل. لا ان الاهلي دلوقتي كده السكواد ده مطمئن يعني. اه طبعا قبل ماتش مصر المقص هل حضراتكم تتوقع ان هو يلعب بالتشكيل ده؟ لا انا لا فلت مني صح؟ محمد هاني بس. لا انا كنت طبعا متوقع التشكيل ده مع محمد هاني انه هيلعب محمد هاني وهيلعب مكسوني. لا مكسوني من الاول. لا شفت ما انا بقول لك هو مكسوني وهاني، ما انا هو فاجئنا. فبالتالي خلينا ننتظر، احنا عندنا سكواد الحقيقه 33 لاعب وجهه نظري 33 لاعب يقدروا اي حد فيهم دلوقتي يلعب. صحيح. بسم الله ما شاء الله. ودي النقطه وكلمه الاهلي بمن حضر الكلمه وخدوا الثقه دي. والله كنت لسه اقول لك من فكره ان الاهلي بمن حضر. اذا الاهلي دائما بمن حضر. كل التوفيق طبعا لنادي الاهلي يوم السبت. احنا بنتكلم عن الماتش النهارده الاربع يعني، بس عشان احنا بكره وبعده اجازه، وان شاء الله ان شاء الله يوم السبت تكون المباراه الاولى لنادي الاهلي في على ارضه ويفوز النادي الاهلي بثلاثه نقاط مهمه جدا جدا ان شاء الله في اولى هذه المباريات. انا بشكركم شكرا جزيلا يا استاذ جمال، استاذ محمود، استاذ سامي، استاذ عصام، شرفتونا ونورتونا كالعاده، ودايما بنستفيد بوجود اساتذتنا الكبار الحقيقه، نسمع منهم كلام محترم جدا 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 في اطار دائما مدونه السلوك الاعلامي الرياضي الحقيقه، لانه في النهايه هذا هو الطريق وهذا هو الاسلوب اللي دايما هنمشي بيه خلال الفتره اللي جايه زي ما كنا ماشيين دائما بيه خلال الفترات السابقه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.